السلام عليكم. موعدنا، مرحب بيكم في الأول، أهلا بيكم جميعا. النهاردة إن شاء الله بنستكمل لقاءاتنا بخصوص خارطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي، رود ماب تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجمنت. الحقيقة إحنا شغالين في موضوع الكواليتي 9001. يعني احنا النهارده بنستكمل الموضوع بتاع الايزو 9001 2015، وده يعني يعتبر من اهم الموضوعات اللي هي اللي موجوده معانا، اللي موجوده الان. انت يعني انت كمدير مشروع، اذا كانش عندك يعني سيستم تشتغل عليه، مهما خدت من شهادات ومهما خدت من اتعلمت، لو ما فيش نظام عندك ما فيش حاجه هتنفع. طيب، دلوقتي احنا نتكلم، احنا ال 9001 احنا اتفقنا برضو زي ما بدانا. انا بحييكم الاول، انتوا هل ان شاء الله تكونوا يعني سمعتوا المحاضرات اللي فاتت ويعني كانت يعني استفدتوا بيها واضافت لكم. فاضل لنا النهارده الجزء الثالث في الموضوع، ان شاء الله نقدر ان احنا بقى ننهي بقى النهارده يعني ان شاء الله باذن الله تعالى. ومعلش واخد وقت طويل شويه، بس دي حاجه ضروريه علشان ان احنا نفهم النظام. يعني انت كان تبقى مدير مشروع كويس، لكن النظام ما هوش ايه مش 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 كويس يعني. المهم احنا بسم الله الرحمن الرحيم. الاجنده بتاعتنا كانت انتروداكشن على بعضها، وبعدين 7 كواليتي برنسبلز والايزو 9000 الايزو سيريز، وبعدين اتكلم على البنفيتس اوف ايزو 9001 2015 سيرتيفيكيشن، وبعدين الكوست والريسورسز والكواليتي مانجمنت سيستم ريكوايرمنتس، وبعدين اتكلمنا على الهيلث سيستم اللي كانت في الاخر دوكمنت مانجمنت جايد لاينز، وبعد كده الانكوست. احنا خلصنا لغايه، خليني ابص الاول اقول لكم على على نرجع كام سلايد كده في الاول، اللي هم السلايدات اللي هي المهمه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نشوف بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا ادي الكواليتي، موضوع الكواليتي على بعض اهو، لا اللي هو زي ما قلنا في 1 2 3 4 خطوات، وبعدين في الكواليتي اشورنس الكواليتي اشورنس اللي هو الايزو اللي بنتكلم عليه. في قبليه 4 مراحل عادي عشان اقول انا هعمل الكواليتي سيستم، وفي ورانا لسه 3 مراحل تانيين. يعني احنا بعد دي المفروض تبقى كواليتي مانجمنت نتكلم عليها، والسكس سيجما والايه واللين 6 سيجما، دي نظم التطوير، نظم الاداره اللي وصل لاخر لين 6 سيجما. يعني الحاجات طبعا موجوده من زمان، بس هو دلوقتي لازم احنا دلوقتي لازم عندنا الكواليتي اشورنس ده عشان نقدر نتكلم ونعرف الثلاثه اللي دول احنا اتكلمنا اعتقد في اول محاضره خالص على السكس سيجما وعلى اللين 6 سيجما يعني نراجعها ونعرفها يعني. بعد كده اتكلمنا على كواليتي مانجمنت برودكشن سيستم وكواليتي مانجمنت برنسبلز اللي هو 7، وبعدين اتكلم على السيريز 2015، وبعدين اتكلم هنا على حاجه مهمه اللي هي اللي هي السنجل بروسيس، يعني اللي هو يعني ايه عمليه، او يعني يعني بتتقال سيستم او بروسيس، يعني بيبقى عندك انبوت، طبعا هي سورس اوف انبوت يعني مداخل، ومين اللي جاب المداخل مع الاكتيفيتي. ماشي، انا الكلام ده كل محاضره كل لقاء يعني بحاول ما اقوله في الاول عشان نفتكر الاساسيات بتاعت الموضوع الكواليتي سيستم ماشي ازاي. ده وده بيدخل على على الاكتيفيتيز. الاكتيفيتيز دي بيطبق عليها بروسيسز، بيطبق عليها خطوات معينه، فبتتحول الانبوتس دي لايه؟ بتتحول لاوتبوتس، والاوتبوتس دي بنديها لحد لكاستمر، يا اما كاستمر انترنال كاستمر زي ما قلنا، يا اما الاكسترنال كاستمر اللي بياخد الناتج بتاعنا في في اخر مرحله فيه. طيب النقطه الثانيه بقى اللي هي اللي هي بوت شيك اكت، اللي هي
ده بقول لك اللي هي الكواليتي سيركل بتاعت ايه؟ بتاعت ديمينج. وقلنا الحقيقه هي اصلا مش بتاعت ديمينج، بتاعت استاذه اللي هو شوهارت. شوهارت ده كان عالم ستاتستكس، وكان هو ايه؟ كان هو استاذ بتاع ديمينج، وديمينج اللي اتعلم منه الكلام كله، واخد الدراسه بتاعت ايه؟ بلان دو، بلان دو تشيك اكت. الثلاثه ايه دي اللي هي الفور ايه؟ اللي هو الكواليتي سيركل. احنا بقينا نطبقها بقى، ودي على فكره دي زي ما هي من الايه، انا الكلام ده كله ما فيش ولا كلمه انا حطيتها من عندي، الكلمه دي كلها موجوده من الايه؟ من الموصله نفسها ال 9000، لان ايه لازم تبقى عارفها، ولازم تبقى يعني ايه كمدير مشروع لازم تبقى عارفها وايه مستوعبها كويس قوي. هقولنا في ثلاث فصول، الاول واحد اثنين وثلاثه في 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 الايزو 9001. دول مقدمه والترمز والكلام ده كله، ثلاث فصول يعني ايه بتقدم السبيسيفيكيشن اللي هي الايزو. وهنا بقى ده الانبوت بقى بتاع الايه؟ بتاع الكواليتي سيركل. عندنا الكاستم ريكوايرمنتس اللي هي القسم ايه؟ الشروط بتاعت العميل. اورجانيزيشن كونتكست دي في فصل اربعه، والنيدز اند اكسبكتيشن اوف ريفت انترستد بارتي اللي هي ايه؟ في كل الاثنين دول في الايه؟ في الفصل الرابع. وبعدين تدخل الحاجات دي كلها جوه هنا اهو الفصل الخامس هنا اهو، بينقلب اللي هو الليدر شيب اللي هو القياده، اللي هو خاص بالليدر اتش ار يعني اللي هو الانسان بقى الفيرست ايه؟ ريسورس اللي هو بايه في ايده النجاح. وان شاء الله يعني انتوا كلكم تبقوا يعني في في في, في, في نجاح تام باذن الله تعالى. طيب بعد دي الفصل الخامس، الفصل السادس في البلاننج اللي هو ايه؟ اول اكتيفيتي من الاربعه بتاعت ايه؟ بتاعت الدايمنج سيركل. فبلان خلاص؟ فده بلاننج اهو، بلان اهو وداني فين؟ بلان دو اهي، بلان وبعدين دو، الدو اهي اللي هي ايه؟ السبورت والاوبريشن. خلاص سبورت والاوبريشن دول اللي هم الفصل السابع والفصل الثامن. وبعدين ايه؟ البرفورمانس ايفالويشن اللي هي التسعه اللي هي تشيك بقى. وبعدين ايه؟ وبعدين في الاخر ايه؟ الامبروفمنت اللي هو اكشن، اللي هو اكشن اللي هو ايه اكشن؟ يعني احنا قلنا يعني ايه يعني بلان دو تشيك اكت؟ يعني بلان وات يو ونت تو دو، دو وات يو هاف بلاند اند تشيك ذا ديفرنس بتوين ذا بلان اند ذا دون، وات يو بلاند اند وات يو دون اند تشيك ذا ديفرنس اند ايه؟ اكت اون ذا ديفرنس، اكت اون ذا ديفرنس. يبقى مش شغل من الاول خالص، لان تشتغل على قد ايه؟ هي دي الفلسفه او العبقريه بتاعت ايه؟ بلان تشيك اكت، مش يعني مش كلمه محطوط كده وخلاص. فالمهم فامبروفمنت هنا في ايه؟ في العشره. احنا الحقيقه احنا فاضل لنا خلاص ابتدانا خلصنا الابواب كلها ما عدا ايه؟ فاضل لنا الاوبريشن، فاضل لنا البرفورمانس ايفالويشن، فاضل لنا ايه؟ الامبروفمنت. دول الايه؟ اللي هنشتغل عليهم النهارده وهنكمل على الفات. دول بسرعه انا يعني ايه يعني بسرعه كده انا مش هتكلم عليهم، لكن هم هيمشوا معانا كده اهم، هم الخمسه خلاص اهم. ادي الايه؟ ادي ادي الابواب بتاعتنا ايه؟ السكوب والنورماتيف ريفرنس والترمز اند ديفينيشن اللي هم الايه؟ الثلاث ايه ابواب الاولى احنا قلنا عليها في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في اسمه ايه ده؟ في الايزو نفسها، في الموصله نفسها. طيب الاربعه كونتكست اوف اورجانيزيشن احنا قلنا اللي هي بتبقى ايه؟ الانبوت يعني الانبوت كاركتيرستكس بتاعته ايه ومواصفاته ايه وبتعمل ازاي بتاع الاورجانيزيشن، الاتحاد مع كاتب ساتسفاكشن فاكرين الدايره اللي كنا بنتكلم عليها، وبعدين الليدر شيب اللي قلنا هي كانت دايره في النص اللي هي بتحكم ايه؟ البلان والسبورت والاوبريشن والامبروفمنت. خلاص يعني الكلام ده كله هيحصل ايه؟ نتيجه ايه؟ الليدر شيب اللي هو موجوده في النص. طيب بعد كده خلصنا البلاننج وخلصنا السبورت وفضلنا الاوبريشن performance evaluation for improvement. خلاص هنا اهم ادي الايه؟ ادي اللي احنا خلصناه. وبرضه هفكركم برضه احنا خلصنا الايه؟ الهيلث سيستم. يعني احنا في الاخر بقول الهيلث سيستم ده نتكلم عليه في الاخر، بس انا فضلت ان اتكلمكم عليه ايه في الاول قبل ايه؟ قبل ما ندخل في الكلام ده كله. هنا ادي كونتكست اورجانيزيشن اهو اللي هو اللي هو بيدخل كانبوت عشان تعمل البلان دو تشيك اكت سيركل بتاعتك. واجي بعد كده الليدر شيب اللي هي احنا قلنا اللي هي الدايره اللي في النص اللي هي بتحكم كل بقيه الايه الايزو سيستم نفسه من اول لاخره. طبعا الانسان هو اللي ايه الليدر، هو اللي بيقوم بهذا الكلام. طبعا الليدر في الكلام ده هو الايه؟ كيو سي مانجر، مش البروجكت مانجر.
الليدر الكلام ده الايه اللي هو الاي كيو سي مانجر. وكل ما كان المشروع فيك في اي كيو سي مانجر قوي، كل ما انت احتمالات النجاح بتاعك واحتمالات الجوده بتاعك هتبقى عاليه وتبقى كويسه، قال ما عنده من علم وقال ما عنده من خبره. وكان برضه بيتطور بعد كده ويدخل يتدخل التوتال كواليتي مانجمنت، بعد كده بيدخل السكس سيجما، وهي بيدخل لين سكس سيجما. لين سكس سيجما فيها بقى عشان برضه اي واحد فيكم برضه عايز يتخصص او عايز يتطور في الكواليتي، هو حر يعني. هو تبقى مدير مشروع ما معكش سكس سيجما ولا بتاع ولا لا 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 حزام اخضر ولا ازرق ولا اسف يعني فول فروتي، الحزام الاخضر الجرين بيلت والبلاك بيلت والماستر بلاك بيلت، الثلاث حزمه دول طبعا دول اللي بيخلوهم بيبقوا يعني مستوى متخصص في الكواليتي، عشان نبقى عارفين برضه لما حد يتكلم قدام احنا عارفين بيقول ايه. قلنا الليدر شيب اهي والبوليسي بتاعت الليدر شيب، كل ما تعرف ليدر شيب. بعدين دخلنا على البلاننج اتكلمنا عليه، خلصناه كل ما اقول اخره كل البلاننج. بعدين السبورت برضه خلصناه، خلصنا لغايه السلايد يعني خلصنا ايه، خلصنا الكلام ده، خلصنا السبورت ده ماشي يعني خلصنا ده كل ده خلصناه اللي هو السبورت خلاص. ادي السبورت خلصناه، خلصنا السبورت كله، دخلنا على ايه كل ده احنا اخدناه المعرفات الدوكيومنتيشن اللي جواه كل حاجه بتاعته. طيب النهارده هنتكلم على ايه؟ احنا اهو دخلنا على ايه؟ احنا ما احنا قلنا فاضلنا ثلاث حاجات، فاضلنا الاوبريشن خلاص، وفاضلنا ايه؟ التشيك والاكت الاخرانيين بقى. فده الاوبريشن، ده الاوبريشن بلاننج اند كنترول، ده كويس ما اعرفش ايه الاوبريشن، الاوبريشن ده اللي هو الايه؟ التشغيل. طيب الاوبريشن هنعمل ايه؟ اول حاجه برضه في الفانكشن بتاعتنا بنعمل ايه؟ بنعمل بلاننج، بنعمل بلاننج وكنترول للايه؟ للاوبريشن. The organization shall plan, implement and control the processes C 4 4 4 4 في الكلام ده كله needed to meet the requirements for provision of products and services and to implement the action determined in clause 6. يعني في action تحددناها في clause 6 اللي فاتت، احنا الاورجنايزيشن بتاعتنا بنخطط ونطبق الايه والبروسيسز اللي هي البروسيدجرز عشان انا ايه اطبق او 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 ميت يعني التقي بالريكويرمنتس والمس. برضه انا اذكر هو كذا مره عشان ايه يعني انا يمكن بترجم كلمه كلمه او حته حته، بس انا عاوز يعني ايه تكتبوا الاول تقووا الترمينولوجي بتاعتكم في الانجليش وتسمعوها كذا مره يعني يعني مهمه قوي. وزي ما اتفقنا ان خلاص ان البترول بدا هيبتدي يشتغل، هيحصل بومينج كبير جدا في مصر في الدول العربيه بالنسبه للكونستراكشن، المنافسه هتبقى شديده جدا مش يعني مع كل الجنسيات، احنا محتاجين الانجلش بتاعنا نقويه الانجلش يعني ايه ده دي اهم حاجه. وبرضه الفوكابولاري بتاعنا ده اللي احنا بنقوله غالبيه الحاجات التكنيكال بتاعتنا بنتكلم بقى الانجلش، حاول تشوفها وتقراها وتعرفها في الترمينولوجي عشان انت بتدخل اي مكان تستخدم الترمينولوجي دي وانت بتشتغل انترفيو وانت في حاجه بتفرق كتير جدا. ماشي؟ طيب determining the requirements for the product and services، بتحدد الشروط بتاعت الايه؟ بتاعت البرودكت اللي هو المنتج او الخدمات. احنا قلنا ان الاوتبوت بتاع السيستم ايه؟ يعني النتاج بتاعك الاوتبوت بتاع المنظمه بتاعتك او الهيئه بتاعتك، يا اما برودكت حاجه بتبيعها، حاجه بتستهلك، بتنتج عربيه، بتنتج صاروخ، بتنتج تروس، بتنتج اي حاجه، او خدمه خلاص، او بتنتج اكل وبتبيعه في المحل وخلاص. هنا سيرفيس، هنا ايه اللي هو الخدمه، يعني ممكن تنتج خدمه، البريد ده خدمه، التعليم خدمه، وهكذا. في حاجات يعني ايه مختلط بيها البرودكت سيرفيس زي المطاعم مثلا، زي مثلا الكافيهات، الحاجات اللي بتقدم حاجه مزدوجه يعني اللي هي بتقدم اكل او شرب مع ايه؟ مع خدمه. يبقى انت اللي بيحكم لك انك تدخل المكان ده تاني او تستخدمه تاني اللي هو ايه؟ مستوى مش مستوى الاكل بس، لا مستوى الاكل ومستوى الخدمه.
وفي حته تقدم بيبقى مصيرك بتاعك كويس جدا، لكن طول الخدمه مش قد كده، فالناس ايه ما بتبقاش ما بتقبلش عليه. او العكس، عنده خدمه كويسه جدا والاكل عنده مش حلو فبرضه مش يقبل عليه. فالحاجات دي في كده اللي هي الميكس جوس او ميكس الاوتبوت البرودكت والسيرفيس. طب هنا بنستبلش كريتيريا، بنحدد المعايير عشان ايه بقى؟ بنحدد المعايير بتاعت ايه؟ بتاعت البروسيسز اللي هي الاجراءات او العمليات، والاكسبتنس اوف برودكتس اند سيرفيسز. يعني دي بنحدد المعايير بتاعت ايه؟ بتاعت البروسيسز بتاعتنا اللي هي بعمل بروسيسز لاي حاجه. حتى هنعرف الكلام ده من الاول، اللي هي بتبقى اجراءات اللي ايه الخاصه بالمواصفه اللي هي الاجهزه بتاعت الثلاثه. والاكسبتنس اوف برودكتس اند سيرفيسز اللي هي المعايير بتاعت البروسيسز بتاعتي، وايه؟ والاكسبتنس اللي هي اكسبتنس انا اي اكسبت الموافقه على المنتج او على الايه على الخدمه. Determining the resources needed to achieve conformity to the product and service requirements. تحديد الريسورسز اللي عايزها اللي هي الريسورسز اللي زي ما قلنا 4 ريسورسز اللي هي 4 ام اللي هي الايه؟ الموارد اللي هي انا محتاجها عشان احقق التوافق الكامل كونفورمتي بتاعت البرودكت والسيرفيس، الشروط بتاعت الايه؟ المنتج او الخدمه اللي انا بعملها. طيب بعد كده الاوبريشن بلاننج اند كنترول هي اللي هنتكلم فيه. بنكمل بقى كلام ده implementing the control of the processes and accordance to the criteria. انا بقى ايه بطبق او بطبق يعني implement بطبق بطبق ببني الكنترول بتاع البروسيسز اللي هو رقابه على البروسيسز على العمليات او على الاعمال بتاعتنا يعني وكده، طبقا لايه؟ للكريتيريا، طبقا للايه؟ للمعايير. المعايير اللي عندي بطبق الكلام ده عليها. انا مش عارف هل في حد من عندنا يعني ما طبقش الكلام ده او ما شافوش في الشغل. انا عارف ان هتبقى الموضوع صعب شويه بالنسبه له، لكن يا رب نكون بس قدرنا نوصل الموضوع. يبقى هبتدي يقرا يدرس ويعمل ويطبق. لو دخل في حته فيها سيستم، فيها بروسيجرز، وفيها انسبكشن اند تيست بلان، فيها كواليتي بلان وسيفتي بلان، وكمان من الاول لاخر. طيب الديترمينج اند مينتيننج اند ريتيننج دوكيومنتد انفورميشن تو اكسنت نيسيسري. بحدد واحتفظ بحدد واحتفظ مينتيننج اللي هي يعني هي مش مينتنس، اللي هي مينتين يعني اخليها عندي يعني تحديد واخيها وريتيننج واشيرها كويس اللي هي الدوكيومنت انفورميشن تو اكسنت نيسيسري. اللي هي دايما هنلاقي الكلمه دي في كل الحاجات اللي جايه، ان اي حاجه انت تعمل لها ايه؟ دوكيومنتد انفورميشن. يعني بيبقى انفورميشن اللي هي المعلومات، وبتبقى ايه؟ دوكيومنتد عندك موجوده دوكيومنتد انفورميشن بكل الخطوات انت بتعملها، بكل العمليات اللي انت بتعملها. اي حاجه لازم لها دوكيومنت، مش كتر ورقه زي ما بنقول، لا دوكيومنت للموضوع يعني. عشان زي ما قلنا المشروع بيخلص لازم ما بيظهرش منه غير الايه؟ المستندات بتاعته. مش قصه ورق ولا تقفيل ورق ولا 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 ظبط ورق مع بعض، لا قصه ان انا ان كل اللي حصل بيثبت وبيتحط عشان ايه؟ لاي حاجه في المستقبل. يعني زي ما قلنا دلوقتي في البيم انفورميشن موديل اللي هي البيم، الكلام ده كله من اول لاخره بيبقى موجود فيها يعني. طيب ديترمينج مينتيننج انتين دوكيومنت انفورميشن اكستنت، هعمل الكلام ده عشان ايه بقى؟ to have confidence that the processes have been carried out as planned. الدوكيومنتيتد الانفورميشن دوكيومنتيتد هنا بتدي ثقه، يبقى انا واثق ان انا البروسيسز اللي انا عملتها، العمليات اللي انا عملتها او الاجراءات اللي انا عملتها اتعملت تبقى لما هو مخطط. طيب النقطه الثانيه ايه بقى؟ demonstrate the conformity of product services to the requirements. مطابقه المنتجات والخدمات للايه؟ الاشتراطات بتاعتها. Right. The output of this planning shall be suitable for the organization operation. المخرجات بتاعت البلاننج ده، يعني البلاننج ده مرحله، بلاننج اورجانيزيشن كنترول، زي ما بيبقى البلاننج ده بيعمل ايه؟ هو مناسب للايه؟ للعمليات بتاعت الايه؟ بتاعت الشركه بتاعتي او المؤسسه بتاعتي او خلاص؟ طيب the organization shall control plan changes. المنظمه او الشركه يعني لازم تعمل كنترول، كنترول اللي هو ايه؟ الرقابه على
على البلان تشينجز اللي هي التغييرات اللي احنا مخططين لها, and review the consequences of unintended changes, ومراجعه يعني اي حاجه محتاجه ايه, محتاجه تغييرات. خلاص. طيب اللي هي التغييرات اللي غير مقصوده, يعني حصل معاك تغييرات غير مقصوده مش حصل تعملها, فانت لازم تبقى ايه يعني ايه لازم تبقى يعني تعرف ان هي مش هتاثر معاك, مش هتاثر على المنتج بتاعك. طيب طيب the planning shall be suitable for the commercial operation. The organization shall control plan changes and review the wrong consequences of unintended changes, اللي هي التغييرات اللي هي ما كانتش مخططه يعني اللي هي غير مقصوده, وتاكينج اكشن تو ميتيجيت اني ادفرس افكتس از نيسيسري, واعمل حسابي ان انا اتناقش او ان انا اخفف من ايه؟ من اي تاثير عكسي, ان ادفرس افكت تو ميتيجيت اني ادفرس افكت, ان انا يعني اخفف اي تاثير عكسي على إيه؟ لما نقابلها يعني او طبقا للموجود يعني. The organization shall ensure that outsourced processes are controlled. هقابلنا الكلام ده بعد كده في الخطوه الجايه, انها ممكن وانا بشتغل انا يعني انا لو بعمل اي خدمه اي منتج او اي حاجه او اي سيرفيس حتى, بيبقى عندي حاجات بتشتغل معايا. يعني لو انا عندي بريد, انا ممكن ما يبقاش عندي سيارات للبريد, بستاجر مثلا سيارات للبريد او الى اخره. لو انا مثلا في مطعم, ما انا بجيب اكل, بجيب حاجات اطبخها يعني ده ما في ايه؟ outsourced processes. يعني اي واحد في عندي بيبقى عندي ناس موردين بتورد لي, لازم البروسيسز بتاعتهم تبقى ايه؟ متطابقه مع اللي عندي, ويبقى عنده بروسيس انا عارف هشتري منه ازاي وهشتري منه ايه, وهعمل كواليتي كنترول على المنتجات بتاعته ازاي, او على اللي هاخده منه ازاي بشكل او باخر. انا في حاجات انا بضطر اجيب, مثلا لو انا بشتغل في المقاولات او في اي حاجه, بجيب مثلا باجر معدات, بجيب مقاولين باطن, بجيب موردين, يبقى كل الحاجات اللي هي دي هتقابلنا برضه كتير, اللي هي اوت سورسد بروسيسز ار كنترولد, هتبان برضه في ايه في اللي جاي. اللي هي اوت سورسد يعني ايه؟ ان انا باخدها من اوت سورسنج يعني باخدها من بره, مش من جوه المؤسسه بتاعتي. اتكلمنا الكلام ده قبل كده في الكوست مانجمنت لو تفتكروا, اما كنا ايه بنتكلم على الدايركت والاندايركت. طيب الاوبريشن ريكوايرمنت فور برودكتس اند سيرفيسز, الكاستمر كوميونيكيشن, الكوميونيكيشن بقى مع الكاستمر بتبقى ازاي؟ كوميونيكيشن وذ كاستمر شال انكلود, يعني الكوميونيكيشن اللي مع المالك او مع العميل انكلود ايه؟ وزي ما قلنا خلي بالنا كان في انترنال كاستمر وفي اكسترنال كاستمر في البروسيسز. يعني انا بالنسبه لو انا بشتغل في 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 مثلا خلينا نتكلم في حاجه كونكريت اللي هي زي مثلا مشروع المباني او حاجه, مثلا النجار الكاستمر اللي وراه مين؟ الحداد. يعني مش هيجي حداد يشتغل الا اذا اخذ النجاره كويس وركب عليها الحديد مثلا. فدول ده انترنال كاستمر, يعني الحداد انترنال كاستمر للنجار, وبعد كده اللي هيصب او اللي هيقفل بقى النجاره هيبقى انترنال كاستمر تاني لما يجي يقفل النجاره بتاعته مثلا لامدان لاي حاجه. تمام؟ يبقى ده خلاص. انما الاكسترنال كاستمر اللي هو ايه؟ او الفاينل كاستمر هو اللي ايه؟ صاحب الحاجه اللي بتدخل له المنتج بقى في الاخر. الاخر خالص اللي ياخد المصنع على بعضه او البيت اللي هياخده او الى اخره. ده اللي هو المستفيد الاخير يعني, او الكاستمر الاخراني يعني. Providing information related to products and services. يعني الكوميونيكيشن بتاع الكاستمرز دي بتحتوي على ايه؟ بتشمل ايه؟ Providing information relating to products and services. ان انا بدي الايه المعلومات المتعلقه بالايه بالبرودكت بالمنتج او بالخدمه. handling inquiries contracts or orders including changes, التعامل مع الانكويز اللي هي ايه التساؤلات او الانكوري يعني او خلاص الكونتراكتس او الكونتراكتس اللي هي العقود او الاوردرز او الاوامر بما فيها ايه اي اوامر تغيير او اي حاجه في التغيير.
obtaining customer feedback relating to products and services including customer complaints. ان انا باخد كل ايه؟ كل الفيدباك، الفيدباك اللي هو الرد بتاع فيدباك اللي هو الرد، او يعني فاهمين يعني ايه فيدباك طبعا. يعني ابقى عملت حاجه ففي فيدباك بيجيني، الرد الفعل، رد الفعل اللي هو الخاص بايه؟ بالبرودكت سيرفيس انكلودنج كاستمر كومبلينتس. اي رد فعل خاص بايه؟ بالبرودكت والسيرفيسز بما فيها ايه؟ لو في كاستمر كومبلينتس. يعني زي ما قلنا كاستمر داخلي يجي الحداد مثلا مش عارف شغل النجاره، يعني انت النجاره بتاعتك غلط، دي معقوله يمين معقوله شمال، مثلا الموبايل هيجي يشتغل على مباني هلاقيها معوجه يمين، ده الانترنال كاستمرز. لو الاكسترنال كاستمرز بقى هيجي يبص يلاقي المبنى مثلا المباني مثلا معوجه او مش واقفه على خيط او الى اخره. فبما فيها الكاستمر كومبليتس لازم تكون موجوده في الايه؟ باخد في الداتا. هاندلنج اور كنترولنج كاستمر بروبرتي اللي هو التعامل والمراقبه بتاعت ايه؟ الملكيات بتاعت المالك. يعني انا ممكن انا اكون يعني مثلا يعني لو انا في 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 في, في, في عندي واحد مثلا بيشتغل عندي في مثلا في العمل مدينه سكنيه مثلا بيسلمني مثلا ارض او بيسلمني حته العمل مكاتب او الى اخره، او بيخليني استخدم مثلا اي حاجه عنده مثلا مطابخ حمامات، يبقى انا لازم اعمل ايه؟ اتعامل بالكاستم بروبرتي. يعني اي حاجه ملكيه الكاستمر لازم ان انا ايه اعملها هاندلنج وكنترولنج كويس. Establishing specific requirements for contingency actions when relevant. اللي هي ايه؟ اجراءات الطوارئ عند يعني الطوارئ بتاعت يعني for contingency actions. يعني اي طوارئ بتحصل يبقى في دايما ايه؟ خطط ازاي هتصرف معاها ازاي. طيب requirements for products and services determining the requirements for products and services. When determining the requirements for the products and services to be offered to customers, the organization shall ensure that. لما باجي احدد الشروط بتاعت المنتجات والخدمات اللي هي to be offered to customer اللي انا هديها للعميل، الاورجنايزيشن لازم تاكد حاجه. The requirements for the products and services are defined. لازم يكون محدد المنتجات دي محددها بالظبط، تكون متوصفة صح ومحددة صح خلاص. وبتشمل ايه بقى؟ any applicable statutory and regulatory requirements، اي قوانين او 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 او, أو اي متطلبات قانونية. statutory يعني اصدارات قانونية، regulatory اللي هي الايه؟ التنظيمية. يعني قانونية اي شروط قانونيه او تنظيميه في ايه؟ في الـ في في في, في, في اي شروط تنظيميه او اي شروط قانونيه او تنظيميه. Those considered necessary by the organization اللي هي الايه؟ اللي الاورجنايزيشن بتعتبره ايه؟ معتبراه حاجه مهمه وضروريه يعني necessary هام. The organization can meet the claims of the product and services it offers. المنظمة اللي هو أنا اللي أنا بشتغل لازم إيه تعرف إن هي كيف هتتعامل أو كيف هتلتقي بالكليمز اللي هي الكليمز اللي هي الكليم يعني الشكاوي على ضد أو يعني في شكوى من المنتج مثلا، مش عارف حاجة طلعت فيها، مش عارف تكة، مش عارف إيه اللون، مش عارف طلع إيه. إن أنا لازم يبقى فيه لقاء وحل إيه لأي شكوى بخصوص البرودكتس والسيرفيسز اللي بتقدمها يعني. تمام؟ طيب. Requirements for products and services برضه احنا في نفس الموضوع. Review of the requirements for products and services. هنا بقى. The organization shall ensure that it has the ability to meet the requirements for products and services to be offered to customers. المنظمة أو الشركة أو المكان اللي بينتج لازم يؤكد أن هو قادر على انه ايه يقابل الشروط او يعملها بتاعت البرودكت والسيرفيس اللي اوفر تو كاستمر. ان انا قادر ان انا انفذ هذا الكلام من الاول خالص. لو انا عندي ايزو سيستم وعندي كل حاجه، عندي واقع، عندي هيكل تنظيمي، عندي
كشف المشروعات اللي فاتت، المشروعات يعني اللي نجحت معايا، كشف المشروعات الحاليه عندي، الموردين بتوع كشف الموردين، كشف موردين الباطن من الاخر. ده طبعا بيبقى موجود من ضمن السيستم بتاع الاداري، فكل ده بايه؟ بيؤكد ان انا اقدر ان انا اتعامل في هذا المشروع. The organization shall conduct a review before committing to supply products and services customer to include. قبل conduct a review before committing supply. يعني قبل ما التزم بتقديم البرودكت سيرفيسز لازم اعمل ايه؟ اعمل ريفيو، اعمل اراجع الكلام ده. المراجعه دي بتنكلود ايه بقى؟ شوف ايه؟ requirements specified by the customer. نشوف الشروط اللي هي ايه؟ موصفه بالايه؟ بالمالك. Including the requirements for delivery and for delivery activities. هي مش قصه برضه وقت التسليم. يعني انا دلوقتي انا سلمت مثلا جهاز، انا عملت مثلا غسالات مثلا وبعتها. في حاجه اسمها requirements for delivery، لما انا بسلمها في وقت البيع المبدئي بتاع اللي بتدفع ثمنه وبستلمها، بيبقى ايه؟ لها مواصفات معينه. لا يعني لها سرعات، لا في البوست ديليفري اكتيفيتيز اللي هي خدمه ما بعد البيع. يعني خدمه ما بعد البيع مثلا في ضمان سنه مثلا فري، يجي لك ناس كل شهر يعملوا لك كذا 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 مثلا، او بشكل او باخر يعني هي خدمه ما بعد البيع، بوست ديليفري اكتيفيتيز، الانشطه ما بعد البيع. Requirements not stated by the customer but necessary for the specified or intended use when known. يعني ما فيش اشتراطات ما بتبقاش مطلوبه من مين؟ ما بيبقاش العميل طالبها، وهو مش متخصص زيك، انما انت كمنتج بتكون انت ايه محدد في الكتالوجات بتاعتك وفي مع المنتج بتاعك، انت عارف ايه الحاجات الضروريه والهامه اللي هي ايه اللي ممكن تشمل ايه لما بتكون معروفه يعني. يعني انا عارف مثلا ان انا في سنه في كل شهرين مثلا اغير السير بتاع الغساله، هذه من ضمن الالتزامات بتاعت اول سنه، اللي مثلا هو فيها سنه ضمان او سنتين ضمان او الى اخره، يبقى انا عارف ايه العيوب اللي هتقابلني كايه كمنتج. طيب ريكوايرد سبيسيفايد باي اورجانيزيشن، الشروط الايه المحدده او المحدده بين ايه من التنظيم اورجانيزيشن اللي هو المنتج، يعني اللي هو احنا كشركه مثلا او كمنظمه او كمصنع او الى statutory and regulatory requirements applicable to the products and services. statutory قلنا ايه؟ القانونيه، الشروط القانونيه، والريجولاتوري اللي هي التنظيميه. القانونيه اللي هي خاصه بالقانون، والريجولاتوري الخاصه بالايه؟ بالتنظيم اللي هي المطبقه على البرودكت والسيرفيس. الكونتراكت or order requirements differing from those previously expressed. يعني اي شروط يعني contract order requirements، يعني اي شروط في العقد او في الاوردر اللي معمول بيفرق عن البريفيس اكسبريس، عن اي حاجه سابقه قبل كده. يعني ممكن يبقى فيه شروط اضافيه او ايه او اوامر اضافيه عن ما هو مكتوب مثلا قبل كده، او عن الخدمات السابقه قبل كده. يعني اشتريت في اول مره مثلا غساله مثلا من 5 سنين او حاجه، واشتري او اي حاجه، يعني من نفس الناس يبقى فيه ايه؟ ممكن يكون في بريفيس اكسبريس ريكوايرمنتس، بس دلوقتي فيه ايه؟ في كونتاك او اوردر ريكوايرمنتس جديده او حديثه على ايه؟ على نفس المنطقه او على نفس الخدمه. طيب الريكوايرمنتس فور برودكت اند سيرفيسز، لسه هنتكلم في ايه؟ ريفيو اوف ريكوايرمنتس فور برودكت اند سيرفيسز، مراجعه الشروط للمنتج والخدمات. معلش هو الكلام ده يعني يبدو ان هو نظري او يبدو ان هو تقيل وصعب شويه، لكن اللي هيستوعبه وحقيقي هيرتاح قوي. وهنشوف احنا الابلكيشن هتمشي ازاي، هنشوف بقى بروسيدرز او حاجه نعرض عليكم، هنشوف يعني. بس ده مهم جدا يعني انت المفروض انت كبروجكت مانجر، يعني دايما الناس تقول لي ايه؟ انا خدت البي ام بي او خدت الاي بي ام اي او خدت برنس 2 وما فيش حد بيطبقها، ما فيش حد. طبعا لو انت بتشتغل في شركه ما فيهاش ايزو، مش لازم ايزو نفسه، في سيستمز ثانيه كتير، لانك داخل حتى منظمه ولها سيستم ولها كل حاجه، وبتدخل تشتغل فيها وتطبق المعلومات، بتطبق فيها الامبروفيز اللي انت عملتها. لو انت دخلت في حته يعني سبهلله او يعني قايمه على اللي هي بيسموه اللي يعني الله احنا بنخلص، احنا بنسهل، احنا بنعمل،
فاهم ازاي؟ اه ان شاء الله، وندخل ان شاء الله في حاجات يعني مش مظبوطه. آه طبعا مفيش حاجه بتنجح، مفيش حاجه بتبقى كويسه. يعني انت تبقى انت مدير مشروع كويس قوي في مكان ما فيهوش نظام، امكانيات عدم النجاح عاليه جدا. والعكس برضه نفس القصه، لو في نظام ومدير المشروع ما هوش مش شاطر، او ما عندوش خبره، او ما عندوش الكومبيتنس بتاعته مش كويسه، طبعا الاحتمال الكبير ان المشروع ايه يقع. بس انا ممكن اغير البروجكت مانجر. انا جيت بروجكت مانجر وقال لي ده انا بقى اللي بنيت الهرم الاكبر، وانا اللي عملت وانا اللي سويت واقتنعت بيه. طب انا كصاحب شركه بعد شهر اثنين ثلاثه اربعه لقيت الكلام بيقول لي ده ما حصلش، اقول متشكرين. انما مش ممكن ان انا مثلا لو انا كمدير مشروع ودخل في حته وما فيهاش نظام ورافضين يعملوا نظام، عمرها ما هتنفع. يعني النظام، يعني انا عندي الانسان طبعا نمبر 1 كريسورس، لا وهو بيسبق اي حد، لكن النظام بالذات لازم يكون موجود في اي مكان انت عايز تشتغل فيه وعايز تعمله صح. طيب الاوبريشن ريكويرمنتس فور برودكت سيرفيس ريفيو اوف ذا ريكويرمنتس فور برودكت سيرفيس. احنا اشتغلنا على ايه؟ على ريفيو الريكويرمنت فور برودكت سيرفيس. The organization shall ensure that it has the ability to meet the requirement for product or service to be offered to customers. لازم المنظمة اللي أنا عاملها الأزو ده لازم تؤكد إن عندها القدرة الأبيلتي القدرة إن هي تطبق أو تميت أو تلتقي أو تنفذ الشروط بتاعت الإيه؟ المنتج أو الخدمة اللي هي هتتعطى للكاستمر للعميل. The organization shall conduct a review before committing to supply product or service to a customer. التنظيم نفسه او الشركه نفسها او المكان نفسه لازم يعمل checking، يعمل ريفيو، يعمل مراجعه قبل ما يلتزم بايه؟ بتسليم البرودكت للكاستمر. عشان ايه؟ عشان to include ايه؟ يعني تحتوي تشمل ايه؟ وعشان shall ensure that contract or order requirements differing from what previously defined are resolved. ان لازم الكونتراكت والاوردر ريكويرمنتس المختلفه عن اي حاجه قبل كده ان هي محلوله. يعني لو انا في شروط معينه او الاخر في الكونتراكت بتاعتي لازم ايه اطبقها واعملها واحللها وابقى واضح ان هي اتحلت واتعملت. يعني the customer's requirements اللي هي شروط العميل shall be confirmed by the organization for acceptance. لازم الشروط بتاعت العميل تكون ايه؟ يعني كونفيرم، يعني مضمونه وموثقه ومعموله قبل ما ايه؟ قبل ما اقبلها خلاص، او قبل ما اقبل ان انا اديها للعميل بتاعي. When the customer does not provide the documented statement of the requirements. When the customer does not provide the documented statement for the requirements. حتى لو العميل مش مقدم دوكيمنت، انا متفق معاه من الاول، انا يهمني العميل ده يبقى راضي، يهمني ان هو لان هو العميل ده اللي بيفتح لي البيزنس بتاعي. يعني مش البيزنس بتاعي مش عميل واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، لا يعني سمعتي بقى، سمعتي بتتكون في السوق وفي في البيزنس بالايه؟ بتعاملاتي مع العملاء الجوني في الاول. نوت some situations such as internet sales، يعني زي الانترنت، زي خدمه الانترنت، a formal review impractical for each other for each order. Instead, the review can cover relevant product information such as catalogs. يعني مثلا ايه الانترنت، المبيعات بتاعت اللي في الانترنت ما تقدرش تعمل لها ايه؟ يعني انت كعميل ما تقدرش تعمل الفورمال ريفيو، يعني مراجعه طبيعيه او عاديه زي ما خلاص. For each other, the review can cover relevant product information such as catalog. يبقى انا الكتالوجات اللي انا ايه ممكن ببعتها للعميل قبل ما اجيب له يعني ببيع اللي بيبيع، يعني التجاره على الانترنت اللي هي الانترنت في السيلز، بتبيع حاجات النت بالكاسكيبشن على النت. ايه اللي هيبين الخدمه بتاعتي او ايه اللي هيبين؟ ان يبقى في مثلا انا مقدم ايه؟ كتالوج، صور، وهكذا قبل ما اودي الحاجه، يبقى واضحه للعميل. طيب requirements for product and services review of the requirements for product and services.
الاورجانيزيشن شال ريتين دوكيومنتد انفورميشن اند ابليكابل. هنلاقي الشورت ده والكلمه دي زي ما قلنا في كل حاجه، كل حاجه، كل نقطه اللي يبقى عندك ايه دايما ريتين دوكيومنتد انفورميشن، تحتفظ بايه بالانفورميشن اللي هي المعلومات دوكيومنتد، لازم لكل خطوه لكل حركه لكل حاجه يبقى انت ايه مغطي نفسك. مش مغطي نفسك عشان تقول انت غطيت نفسي وعمل، لا، ان انت لاي طلب لاي مشكله طلعت انت جهاز مثلا وبعد ما اتباع او اتعمل في خلال سنه الضمان او الى اخره طلع فيه عيب معين، يبقى انت لازم تجيب كل حاجه بالدوكيومنت عندك. On the results of the review. لو جالسين شريتين دوكيومنت انفورميشن ابليكابل عند يعني لما بعمل ريفيو للنتائج تبقى موثقه، يعني انا رجعت مثلا بيبقى تشيك ليست وانا رجعت مثلا الجهاز ده او السيرفيس ده او الحاجه دي نمبر 1 حاجه كذا كذا كذا، ودي بقى اللي هي التشيك ليست اللي بتتعمل عشان تسهل عمليه المراجعه يعني. On any new requirements for products or services. اي شروط جديده على المنتج او على الخدمه لازم برضه تبقى ايه؟ دوكيومنتد انفورميشن. هتلاقي الكلمه دي هتتكرر دايما في كل النقاط يعني. طيب. The changes to requirements for product and services. طيب انا وانا بشتغل دون الاوبريشن اتغير عندي شروط بالنسبه للبرودكت او السيرفيسز. يعني في مثلا ممكن انا بعمل حاجه كده وانا بشتغل حصل الريكويرمنتس جديده او شروط جديده، العميل كان طالب حاجه مثلا بمقاس معين، غير مقاس شويه، غير اللون شويه، غير اي حاجه شويه، غير طريقه الاستلام لو هو سيرفيس او الى اخره. يبقى تشينج تو ريكويرمنتس فور برودكتس اند سيرفيسز. لو حصل تغيير بقى في الشروط وجزنا شرط انشور لازم تؤكد that relevant document information is amended. ان الدوكيومنتد انفورميشن الجديده اللي هي بتقول لي غير اللي هي بيسموه ايه فاريشن اوردر واضح ومتضاف، ما عملش حاجه من غير بيبقى عندي فاريشن اوردر ومكتوب ومتوقع من العميل او من الاستشاري او الى اخره، لازم في فاريشن اوردر ده موجود. That relevant persons are made aware of the change requirements. وان الناس اللي هي مهتمه بالتغيير اللي بيحصل ده اللي هتعمله او تعمله تبقى اوير للمطلوب، يعني ما اجيبش واحد مثلا في السكه كان اجازه او الى اخره ما يعرفش ان حصل تغيير، لا، ده لو جه ثاني يوم هيلاقي في اليوم بتاعه او في الدوكيومنتيشن بتاعه يعني ايه الحاجه الفلانيه، بدل ما كنا طالبينها مثلا الاسقف كلها بيضه بقت الاسقف كلها معلومة الشقه مثلا وهكذا. When the requirements for products and services are changed. يعني اي تغييرات لازم تبقى ايه؟ الانسان اللي هيقوم بهذا التغيير لازم يكون ايه؟ لازم يبقى عارف، او البشر اللي عاملين التغيير يكونوا ايه؟ عارفين او عارفين انها هتتغير. طيب هنا دخلنا على ايه؟ على الاوبريشن. ماشي الحل؟ ودخلنا على هناك يعني كان على البلاننج الكلام ده كله اللي فات ماشي؟ Change the one for closer services. طيب هنا هنبتدي نعمل ايه؟ الديزاين ديفلوبمنت بقى. ديزاين ديفلوبمنت بلاننج. اي حاجه في الدنيا زي ما قلنا ايه هتعمل يعني ديزاين للايه؟ للديفلوبمنت بلاننج بتاعك. يبقى البلاننج للديزاين اند ديفلوبمنت. طيب دي اول فاكشن اللي هو زي ما قلنا بلاننج اورجانيزنج كنترول. Determine the stages and controls for design and development the organization shall consider. عشان لما باجي احدد الستيجز اللي هي الخطوات والمراقبه بتاع design and development بتاع التصميم والانشاء او التنفيذ، الاورجانيزيشن لازم تخلي بالها من حاجات معينه. فكونسيدر الاورجانيزيشن هتكونسيدر ايه؟ خلي بالها من ايه؟ The nature, duration and complexity of the design and development activities. طبيعه ومده وcomplexity. complexity دي ما تتقال على حاجه complex يعني معقده، لا، انا complexity التركيبه.
يعني التركيبه دي مش حاجه سيمبل، يعني مش حاجه وخلاص، يعني مش تفاحه، لا في حاجات ايه، ده في تركيبه للديزاين والديفلوبمنت اكتيفيتيز، الانشطه نفسها. The required process stages including applicable design and developer reviews. البروسيس ستيجز المطلوبه وتشمل ايه؟ الابليكابل ديزاين اند ديفلوبمنت ريفيوز المطلوبه، متضمنه المراجعات بتاعت الايه؟ الديزاين والديفلوبمنت. The required design development verification and validation activities. الفيريفيكيشن والايه؟ والفاليديشن. الفاليديشن اللي هي التحقق، والفاليديشن اللي هي الايه؟ اللي بتبقى فاليد، اللي هي الفاليديشن تبقى حاجه الفاليد، يعني فاليد يعني مش يعني اكيد يعني ايه، معلش يعني مش هقف على كلمه، يعني حاجه فاليد، اتس فاليد يعني فاليد يعني نافعه نافعه وخلاص. طيب ديز كومبلكس اوف ديزاين كذا ريكوايرد بوستيج انكلود ابلكابل ديزاين ريفيوز فيريفيكيشن اند فاليديشن اكتيفيتيز، اللي هي الفاليفيكيشن، الفاليفيكيشن اللي هي الفيريفاي التاكيد او التشكيك عليها، والايه؟ والفاليديشن انا بقول انها فاليد، الاكتيفيتيز بتاعت الفاليديشن اكتيفيتيز. طيب ريسبونسبيلتيز اند اثوريتيز انفولد ان ذا ديزاين اند ديفلوبمنت بروسيسز، هنا الريسبونسبيلتي المسؤوليات والايه؟ والاثوريتيز والواجبات، الاثوريتي اللي هي اوثورايز يعني انا إيه عندي السلطه ان انفذ حاجه معينه، يبقى كل المسؤوليات والمسؤوليه والاثوريتيز اللي هي الاثوريتي بتاعت اللي اشتغل، ام اوثورايز ان انا انفذ حاجه معينه، انا مفوض ان انا اعمل حاجه فلانيه، يعني مسؤول ومفوض خلاص، يبقى لازم المسؤول والمفوض يبقى involved في الديزاين ديفلوبمنت بروسيس موجود يعني خلاص. internal external resource needed، زي ما قلنا احنا كنا بنتكلم دايما على الايه؟ على الاكسترنال ريسورسز. external resources يعني ما فيش حد في الدنيا بيقدر ان هو يحقق كل الريسورس بتاع كل حاجه من عنده. لو واحد بيشتغل، لو انا بشتغل حتى بزرع ارض، انا بجيب شتات من بره، بجيب ميه من بره، بجيب كهرباء من بره، يعني دايما بيبقى في external resources لاي شغل. مفيش حاجه كلها اقدر انا اجيبها من عندي. في طبعا في 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 شركات كبيره قوي بتقدر ما عندها كل حاجه، لكن اختيار دوس حتى على مستوى الدوله، او في دوله في الدنيا عندها كل حاجه، ممكن تستورد كل مثلا قطع غيار بتاعت عربيه وتتركبها، فدي اكسترنال ريسورسز. نيدز فور ذا ديزاين اند ديفلوبمنت اوف بروكس اند سيرفيسز، يبقى دي انتر ريسورسز، يبقى كل الايه؟ الاكسترنال ريسورسز اللي هي الموارد الخارجيه اللي بحتاج لها في الديزاين والديفلوبمنت. يعني انا ممكن في الديزاين ما عنديش خبره يعملوا لي مثلا الديزاين، اجيب خبير من بره يبقى ده اكسترنال ريسورس، اجيب اي حاجه من بره يبقى ده اكسترنال ريسورس خلاص ماشي. طيب ديزاين ديفلوبمنت برودكتس اند سيرفيسز، ديزاين اند ديفلوبمنت بلاننج دي اكملت بقى اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي. F the need to control interfaces between persons involved in the design development process. ان احنا لازم يبقى في يعني involvement، يعني ان كل الناس يبقى involved of customers and users، ان يبقى في الكاستمرز اللي هي العملاء والمستخدمين لازم يبقوا ايه؟ يعني موجودين، يبقوا مع بعض في مرحله الديزاين والديفلوبمنت، يعني اثناء التصميم والايه والديفلوبمنت. دي بتبان اكتر دلوقتي لما بيشتغلوا في اللين كونستراكشن بقى، ويقول لك الايتريشن صغير والكلام ده كله من اول لاخر، التطبيقات اللي هي دي، بس هو لازم يكون في وسط الشغل هذا الكلام يكون واضح ومعمول، ان الكاستمرز واليوزرز بيبقوا موجودين في مرحله التصميم والايه والديفلوبمنت. وانت في اي مشروع لازم يبقى في اجتماع اسبوعي بيبقى الكاستمرز واليوزرز موجودين، بحيث ان هم يعني ايه يحطوا رايهم ويبقوا موجودين مع في وحتى لو ما عملوش اجتماع اسبوعي، وانا طبعا ضد هذا الكلام، لازم يوصلوا كل اسبوع ايه اللي حاصل، ويبقى الفتره صغيره يعني، عشان ما فيش فتره كبيره
واللي بيقول اه ما اتعملش ما حصلش. لا requirements for subsequent provision of products and services. خلاص الشروط بتاعت اي بروفيجنز اي بروفيجنز اي 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 حاجه متوقعه للمنتجات او سيرفيسز، يعني شروط لاي حاجه ممكن تتوقعها، يعني بروفيجنز سبسيكونت بروفيجنز، يعني حاجات غير متوقعه. خلاص the level of control expected، مستوى الكنترول، مستوى المراقبه الاي المتوقع for design development processes by customer and other relevant interested parties، مستوى المستوى المتوقع لعمل الكنترول على الديزاين والديفلوبمنت، على يعني مرحله الديزاين والديفلوبمنت اللي هو التصميم والتنفيذ، خلاص اللي هو بيبقى من مين؟ من الكاستمرز واي واحد عنده ايه؟ انترستد بارتي، يعني غير الكاستمر. يعني مثلا لو احنا بنعمل في 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 في, في, في ما هو الكونستراكشن هو اقرب حاجه دي بنشوفها، يعني هتلاقي الحداد مثلا بيبص على شغل النجار، ومع هذا برضه المالك بيجي يستلم والاستشاري بيجي يستلم وكلام كله، فدي انترستد ريليفنت بارتيز، يعني بيبقى في كذا ستيك هولدر او انترستد بارتيز بالنسبه لايه؟ لاي اكتيفيتي بتحصل. طيب دوكيومنتد انفورميشن، الكلام ده حاسينه صعب او تقيل او حاجه، ايه رايك يا باشمهندس شمس احمد؟ شمس احمد الكلام ماشي ايه؟ بص كده على الشات. ايوه باشمهندس، وانا شايف ان الشرح الحمد لله شرح كويس، هو في الشات ان شاء الله هبعت لكم الماتيريال دي ان شاء الله، يا اما هبعت لكم البي دي اف بتاع ال ده، يا اما هبعت لكم بتاع الاصليه نفسها، وممكن ابعت لكم ده ما فيش مشكله خالص، البي دي اف وابعتها لشمس احمد وان شاء الله يعني تجي لكم، يعني ده باذن الله باذن الله مهمه يعني. خلاص بس السمع خلي بالكم كويس، يعني انا طبعا انا الانجليش بالنسبه لي ده اللغه ثالثه، يعني انا حابب بحب قوي الشباب يقعدوا يجوا الانجليش بتاعهم بقى امريكان وياكلوا التي ويعمل، يعني فاهم، مهم قوي بالنسبه للمهندس المصري ان هو يعني يبقى الانجليش بتاعه قوي، ويبقى كمان ويتعود كمان على الامريكان وعلى البريتش وعلى اي حاجه باذن الله، ودي اول حاجه نهتم بيها ونخلي بالنا منها. طيب determining the stages and control for design they need to control interfaces between persons involved in the design development processes يبقى ضرورة control interface between persons يبقى الرغبة على الايه interface اللي هي التداخلات او العلاقات يعني ما بين ايه، احنا اتكلمنا على الكلام ده قلنا مش كده the level of control expected for design development كل انواع الكنترول باكسبكت ديزاين وديفلوبمنت بروسيس سيبر كاستم اند اذر ريليفنت بارتيز ذا دوكيومنت انفورميشن ده ما بنقول ايه ذا دوكيومنت انفورميشن دوكيومنت انفورميشن نيدد تو ديمونستريت ذات ديزاين اند ريليفنت ريكوايرد هاز بين مت، يعني لازم في عندك دوكيومنت دي دايما بتبقى ايه زي ما هتبان لك كتير قوي انت بتطبق الايزو او بتطبق اي سيستم، حاجه اسمها ايه التشيك ليست، الخطوه الاولانيه مثلا انت ممكن كان خلينا مثال قريب، انت راح تستلم مثلا ايه؟ هتستلم دهان مثلا، ساعات انا يعني شايف لسه حد بيقول ايه؟ احط الدهان، الدهان انا بعمل ايه؟ مثلا الدهان انا الاول بياخد وش مثلا ايه؟ اللي هو بيسموه اللي هو الوش اللي يعني المفروض هو كان زيت زمان ولا وش زيت اللي هو كان بيسموه ايه؟ نسيت الاسم الدارج بتاعه دلوقتي، يعني عشان انا شغال تكنيكال بسم الله الرحمن الرحيم التجليخ، الاول بيبقى في وش التجليخ خصوصا انا بحبه زيت، الغيره طبعا مرفوض 100% لان الغيره في ناس بتعمل غيره بتسد المسام ما بتبقاش البويه مظبوطه، يبقى ده اول هيبقى تشيك ليست ان انا اول حاجه عملتها ايه؟ ان انا ايه عملت وش اسمه ايه ده وش اللي هو الزيت، هي في زيت المفروض يتعمل، وبعدين اعمل ايه؟
وش معجون الاول وايه واستلمه، ادي وش المعجون، ادي تشيك ليست، ادي الخطوه الثانيه. طب بعدين اصنفر الوش ده، ادي الثالثه. خلاص اروح ايه ملقط المعجون، هتبان لما اعمل معجون بقى في تلقيط، ادي المرحله الثالثه. وبعدين ابص ممكن الاقي نفسي ايه خلصت، طيب كان بقول لاخو اعمل مثلا ايه وش تاني زيت او تبع الشروط بقى، ده ممكن يبقى عايز بتعمل وشين معجون مع وراه تبع الشروط اللي عندك. خلاص يبقى كل خطوه بتتعمل لها ايه نقطه في التشيك ليست، عشان اي واحد يطلع يبقى عارف ان اللي كان بيستلم ده او بيستلم قبله او هو حتى استلم ايه قبل كده. بيبقى نظام التشيك ليست ده نظام هام جدا ومهم جدا، وفي ما في منه كتير عندنا ان شاء الله. نتذكر كده ان هنبقى ايه نقدم لكم شويه دوكيمنت بهذا الشكل للانواع المختلفه من الشغل، مثلا في الكونستراكشن المتميز بالكونستراكشن، ودي بتنفع في اي في اي في اي في اي حاجه. يعني انت لو دخلت مثلا في سيرفيس، يعني لو شركه صيانه شركه نظافه مثلا في فندق او الى اخره، لو دخلت الحمام في الفندق بتلاقي مثلا ايه نظافه الساعه 10 مثلا، وبعدين فيدخل اللي نظف يروح ايه معامل شرط نقطه الصح كده وموقع جنبها، السوبرفايزر اللي عدي يعرف ان هو الساعه 10 عمل كذا 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 كذا، ولاحظ وراه مثلا ينظف تاني الساعه 12 وهكذا. يبقى اي حاجه بتشيك ليست بتبقى واضحه وبتحدد ايه اللي تم ك ك ك ك كبروسس وخطوات مع اي حاجه. In determining the stages and controls for design at the time, the need to control interface between persons involved in the design development procedures, the need for involvement of customer and user in the design development procedures اللي هو الكاستمر واليوزر زي ما موجودين في الديزاين، واحنا قلنا الكلام ده اتكلمناه. دوكيمنت قلنا الاخرانيه اللي هي اللي المهمه دي، ان لازم كل الكلام ده كله يبقى ايه؟ موجود بدوكيومنتد انفورميشن. يعني ان انا بثبت ابقى اوضح ان كل الخطوات اللي عملتها دي احنا عملناها وايه بدوكيومنتد ايه؟ دوكيومنتد انفورميشن. يعني انفورميشن انا عملتها دوكيومنتد وموجوده ومحفوظه عندي في الملفات، وطبعا بتبقى سوفت كوبي موجوده على الايه؟ على السيستمز بقى والكمبيوتر. طيب هنا بندخل على نقطه ايه؟ ديزاين ديفلوبمنت انبوتس، اللي هي الانبوت بتاعت الديزاين والديفلوبمنت، اللي هي زي ما قلنا ايه ان عندك نظام تدخل انبوت بتعمل عليه بروسيدجرز تعمل عليه معايات وبيطلع اوت. فالديزاين ديفلوبمنت انبوتس اورجانيزيشن شال ديترمين ذا ريكوايرمنت اسينشال فور ذا سبيسيفيك تايبس اوف بول اند سيرفيسز تو بي ديزاين اند ديفلوب. ذا اورجانيزيشن شال كونسيدر، يعني الديزاين ديفلوبمنت بتاع الشغل بتاعي بحط فيه ايه بقى؟ الفانكشنال اند بيرفورمانس ريكوايرمنتس، الشروط بتاعت الفانكشنال بتاعت الوظائف والايه والبرفورمانس بتاعت الكفاءه. خلاص انفورميشن derived فروم بريفيوس سيميلر ديزاين ديفلوبمنت اكتيفيتيز، اي بيانات او اي معلومات مشتقه من يعني اي ديزاين ديفلوبمنت عملناها قبل كده. ودي ميزه بقى ان انت عندك documented انفورميشن زي ما بنقول، فلما اجي اعمل الكلام ده تاني يبقى انا عندي ايه؟ البريفس سيمر ازاي اخدها عشان ما ايه ما اقعش في اخطاء جديده. ستاتيوتري اند ريجولاتوري ريكوايرمنتس، دي كانوا بيقولها دايما اللي هي الايه؟ القانونيه، الشروط القانونيه والايه والتنظيميه. ستاندردز، يعني في دايما كلمات هي بتتكرر. ستاتيوتري اند ريجولاتوري ريكوايرمنتس او الايه؟ الدوكيومنتد ايه؟ انفورميشن. طيب معلش انا مش عايز تزهقوا من التكرار، هو تكرار للتيربس يعني مش تكرار للاعمال، دي بياخدك خطوه خطوه عند كل حاجه عشان انت بتدخل السيستم تبقى فاهم واقوله من اخويا. لو في حد ما اشتغلش قبل كده هيلاقي في شويه صعوبه ان هو يستوعب الكلام ده. معلش ستاندرز اوف كوز اوف براكتس، ان شاء الله ما يبقى الكلام ده نقعد عليه بقى وايه، ولو انت بتشتغل في حته وبتطبقه هتلاقي الموضوع بسيط وما فيهوش اي تعقيدات خالص خالص خالص، اللي هو بسيط يعني. potential consequences of failure due to nature of causing a service، الاحتمالات المحتمله لايه؟ لعدم النجاح، failure due to nature of causing a service طبقا لطبيعه المنتج والسيرفيسز. يعني
على مثلا محل مطعم سمك مثلا، فلو النار زادت بشكل او باخر النيتشر اوف برودكت اند سيرفيسز، يعني نيتشر اوف برودكت، انا مثلا سمك بنشويه اخلي بالي كويس قوي ان الايه ان انا ما احرقوش، او ان هو ما يس ان هو يستوي مش ما يستويش، يبقى ايه البوتنشال كونسيكونسز اوف فيلير ديو تو النيتشر اوف كذا، يبقى لازم تكون محطوط في الاعتبار اللي هي دي الوحشه الشال كونسيدر كذا كذا. ده مثلا ده انا بتكلم يعني ده اللي خطر على بالي دلوقتي. اللي هو الايه انبوت شال بي ادكويت فور ديزاين ديفلوبمنت purposes complete and unambiguous conflicting design development inputs shall be resolved. طيب يبقى انا يعني الكلام ده بيعني ايه؟ بيعني ان انا الحاجه تبقى كامله كامله كامله، او يعني config design development inputs هنا complete and unambiguous، يعني كامله وما فيهاش اي شك، ما فيهاش اي لبس فيها خالص، ماشي؟ دي النشأة product services. طيب input shall be adequate for design development purposes complete and unambiguous، كامله وما فيهاش اي شك. conflicting design development inputs shall be resolved، اي مشكله في الديزاين ديفلوبمنت في الانبوتس او في المدخلات بتاعت الديزاين ديفلوبمنت دي لازم دي تتحل من الاول خالص، لان دي من اهم الامور. ما دخلش داتا او ما دخلش اي 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 حاجه في الايه من غير ما تكون محلوله ومظبوطه ومعموله صح. The organization shall retain documented information، عشان بنقدر نقول ايه؟ لازم تحتفظ documented information on design and development inputs. خلاص دي برضو خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. design and development controls، هنا كنا هنتكلم بقى على controls. shall apply controls to design and development process of ownership، ده قلنا الفور functions planning organizing building و control. دلوقتي الكنترول بقى على ايه؟ على البوست بتاع design و development. يبقى the results to be achieved are defined، ان انا النتائج اللي المفروض اخلصها محدده. Reviews are conducted to evaluate the ability of the results of design and development to meet the requirements. المراجعات اتعملت لتقييم الايه؟ الability of the results، قدرة الايه؟ النتائج بتاعت الايه؟ التصميم والديفلوبمنت. Verification activities are conducted. الفيريفيكيشن اكتيفيتيز اللي هي انشطه التحقق اتعملت للتاكيد ان التصميم والتنفيذ يعني المخرجات بتاعتها اللي هي ايه بتقابل او مطابقه للايه؟ للانبوت ريكوايرمنتس، للمواصفات او الشروط. الفاليديشن اكتيفيتيز اللي هي انشطه التحقق ار كوندكتد تو انشور ذات ذا ريزلت برودكتس and service meet requirements for the spectrum of content. الكلام ده كله انت هتلاقي نفسك اللي هيعمل لك الكلام ده، هيعمل لك البروسيجرز والكلام ده من اول لاخره، هيبقى معاك كيو اي كيو سي مانجر، هيبقى كيو اي كيو سي مانجر عاده بيبقى هو ال بيسموه الكلاينت ريبريزنتيف، هو اللي بيبقى ايه مسؤول عن الكلام ده كله من اول لاخره، وانت كمدير المشروع انت اللي ايه اللي بتتابع معاه. فالكلام ده كله مش مقصود ان انت هتعمل الكلام ده كله، خلي بالك مش انت اللي هتعمله، اللي يعمله بتاع الايه؟ الكي كيو سي اللي عندك، بس انت كبروجكت مانجر تبقى عارف هذا الكلام. دي يمكن انا شايف في دايما في صعوبه شويه للي ما اشتغلش في السيستمز دي كلها من اول لاخر ان هو يصعبها، لكن دي عشان انت ان شاء الله باذن الله تعالى، وبقول لكم وباكد لكم وهتفتكرون ان شاء الله، يا تدعوا لنا بقى واحنا عايشين يا ايه تترحموا علينا لو كان ربنا يعني ايه اراد ان ناخد وداعك يعني. ان خلي بالك ان انت البومنج لما هيجي جاي جاي وجاي جاي مؤكد ان شاء الله، يعني قبل شهر 12، قبل شهر 1، قبل 22 هتلاقي المنافسه شديده جدا والطلبات كتير جدا، ومش هيدخل الا اللي قلنا عليه اللانجوج عنده قويه جدا، ال 3 4 سنين عنده ال
البروجكت مانجمنت او المانجمنت سكيلز بتاعته مناسبه او قويه عشان يعمل شغل بتاعه، بل في كونتينوس امبروفمنت القدره على انه ايه يتعلم ويودي الثلاث نقط اللي بنتكلم عليها عشان هذا الكلام. عشان كده ان شاء الله اللي هياخد باله وهيعمل الكلام، وعلى فكره واسمعوا مره واثنين وثلاثه ورقه واكتب وسجل الكلام كله انا باكد لكم عليه هام جدا 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 جدا، وده هيفيدك جدا ان انت لو دخلت اي مكان واللانجوج بتاعتك كان فيها كل الترمينولوجي دي وكل الكلام اللي بنقوله ده والانجلش بتاعك ان شاء الله تحسنه برضه، لا تحسنه في الاربع خمس شهور اللي فاضلين دول هتبقى بيرفكت وهتبقى انت ايه المطلوب في السوق. ونخلي بالنا المنافسه النهارده ما اصبحتش محليه، السوق مفتوح، السوق مفتوح، اي جنسيه بتدخل مصر، في مصر هنود بيشتغلوا في مصانع، في حاجات اسمها انا فاكر وموجوده من زمان خلي بالك من التسعينات، في شركات هندي موجوده وفي مناطق حره اسكندريه في الاسماعيليه في المنطقه كلها، انا شفتهم بعيني يعني كعماله وكموظفين وككل حاجه، وفي غيرهم اللي انا شفتهم هنود، انا ما في في اجانب بيجوا هيجوا، هتبقى المنطقه العربيه يعني هي يعني اعلى منطقه فيها بترول وفيها بترول كويس، هتلاقي ناس كتير واصله، فتجهز نفسك انت للمنافس بتاعك مش هيبقى مصري بس، مش هيبقى معاك مصري بس، لا هيبقى معاك اجانب، وانت لازم توصل لمرحله ان انت ايه تبقى على مستوى دولي، ان انت تقدر انت تشتغل ومش تشتغل وتبقى زيهم، لا تتميز عنهم. تتميز عنهم بايه؟ بالامكانيات بتاعتك اللي هي العلميه واللي هنتكلم عليه دلوقتي والعمليه والايه؟ اللغه بتاعتك اللغه العربيه دي انت طبعا احسن سواء هنا او في العالم العربي اللي عندك عربي، بس تخلي الانجليزي بتاعك كويس خلاص. organization shall apply controls ensure that the results should be achieved are defined، النتائج اللي هي مطلوب تنفيذها محدده، reviews are conducted to evaluate the ability of the results of design and development to meet requirements، المراجعات اتعملت يعني اول حاجه النتائج اتحققت محدده، الريفيوز اللي هي المفروض اللي هي المراجعات اللي هي بتتعمل لتاكيد الابيليتي بتاعت الريزلتس اتعملت، الفيريفيكيشن اكتيفيتيز فيريفيكيشن اللي هي تحقق يعني انشطه التحقق اتعملت برضه، تشوف ذا ديزاين ديفلوبمنت اوت بوت ميد ذا انبوت ريكويرمنتس اللي هي بتثبت ان ال ان شاء الله باذن الله تعالى انا بعت لكم البي دي اف ان شاء الله باذن الله تعالى هيبعت ان شاء الله للبشمهندس احمد والبشمهندس محمود ان شاء الله يبعتوها لكم باذن الله تعالى باذن الله بعت لكم كل ده او احنا هنشوف يعني ايه اللي هيبقى اسهل او اسرع نعم تبعتها لكم. بس انا بحاول بس اخلص النهارده لان ايه اتس تو ماتش يعني احنا خدنا ثلاث محاضرات في الموضوع ده يعني هو ما اضحكش عليك هو الموضوع ده بيتاخد يا اما في الماستر يا اما في الدكتوراه يا ماجستير او في الدكتوراه، بس انا قلت يعني ايه احنا بنتكلم دلوقتي داخلين على مراحل كريتيكال ولازم تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. طيب verification activities are conducted to ensure that the design and development outputs meet the input requirements. لازم نتاكد ان الديزاين والديفلوبمنت المخرجات بتاعته بتميت الانبوت ريكويرمنتس، يعني انا وانا بعمل الانبوت ريكويرمنتس لما بقى ايه باصص لان انا النتائج هتبقى ازاي، فلازم بقى بيعمل فيريفيكيشن الكلام ده. Validation activities are conducted to ensure that the resulting products and services meet the requirements for the intended use. Any necessary actions are taken on problems determined during the review or verification and validation activities. أي necessary actions أي إجراءات أو أي إجراءات هامة تتاخد لتحديد مشاكل أو حل مشاكل في المراجعات أو الكلام أو الآخر لازم تبقى إيه برضه موثقة وموجوده وفاليد خلاص. Documented information of these activities is retained برضه نفس الكلام اللي بنقول عليها
ده ما بنقول دي موفقه وموجوده الحاجتين، زي ما كنا بنقول تبقى قانونيه وتنظيميه تتكرر دايما، ودوكيومنتد انفورميشن اوف ذيس اكتيفيتيز از ريتين، يعني كل الانشطه دي اللي بنعملها يبقى لها ايه؟ دوكيومنتد انفورميشن اللي تبقى موجوده عندك عشان الناس بتنها تعرف. عن اذنكم بس اخد ايه؟ يعني الصوت بدأ يروح يعني ف طيب نوت design developed reviews verification and validation have distinct purposes. مراجعات design development المراجعات والتأكيد والفاليديشن ان هي valid هي have distinct purposes لها أغراض هامة جدا، أغراض هامة جدا يعني. خلاص يبقى أنشطة التحقق والكلام ده كله خلاص they can be conducted separately or in any combination. يعني إما ممكن أعملها كل واحدة لوحدها أو كلها على بعضها. As is suitable for the products and services of the organization. طبقا للإيه؟ لطبيعة البرودكت أو السيرفيس بتاعك. يعني الكلام ده كله ممكن يتعمل مع بعضه اللي هو الايه؟ الريفيوز والفيريفيكيشن والفاليديشن خلاص؟ يا اما يتعاملوا مع بعض يتعاملوا وكل واحد لوحده كل واحد يبقى عنده مسؤول، يا اما كلهم يتعاملوا مع بعض طبقا لايه؟ لطبيعه ونوعيه البرودكت والسيرفيس اللي انت بتعمله. طيب هنا نتكلم على الاوتبوت design development outputs. The organization shall ensure that design development outputs meet the input requirements. يعني في شروط للاوتبوت ده، وانا بشتغل انا وانا بشتغل عارف ان الاوتبوت هيبقى ازاي. يبقى انا لما ابتدي اطلع الاوتبوت بتاعي لازم اؤكد ان الاوتبوت بتاعي meet ايه؟ the input requirements، الشروطات اللي انا كنت حاططها في الاول خالص. Are adequate for the subsequent processes for the provision of products and services. اللي هي ايه مناسبة؟ للايه؟ لل subsequent processes لل processes اللي هي وال provision بتاعت products and services. يعني مناسبة للايه؟ للإجراءات أو الخطوات process اللي هي العملية المفروض. subsequent processes والاشتراطات اشتراطات providing اللي هو البيت دي حاجه provide something the product and services. يبقى لازم الايه تبقى مناسبه، يعني الانبوت الاوتبوت دي مناسبه للانبوت requirements ومناسبه للايه للسبسيكونس بروسيس اوف products and services. include or reference monitoring and measuring requirements as appropriate and acceptance criteria. include or reference يعني يا اما بتحتوي او بترجع الى ايه المونيتورنج والميجرنج ريكويرمنتس. في مونيتورنج والميجرنج ريكويرمنتس as appropriate and acceptance criteria. ماشي. طيب specify the characteristics of the products. specify حدد characteristics المواصفات او characteristics اللي هي characteristics مواصفات بتاعت المنتجات والخدمات that are essential for their intended purpose اللي هي هتبقى مناسبه للايه؟ لل intended purpose الاستخدام المتوقع. ماشي حل. With safe and proper provision. يبقى استخدامها سيف وبروبر اللي هو مناسب ملائم. خلاص؟ يبقى مش شرطين دوكيومنتد تشوف بالتاني برضه كان في الاخر بيقول ايه؟ organization رالتين دوكيومنتد انفورميشن اون ديزاين اند ديفلوبمنت اوتبوتس. لازم في ايه؟ documented information. يبقى ده term
لازم نبقى ايه عارفينه ومحضرينه، لان هو بيتكرر كتير ماشي في كل خطوه، لازم نلاقي هذا الكلام موجود فيه. وبرضه بتقابلنا اللي هي الايه الايه اللي هي القانونيه والايه والتنظيميه. طيب ديزاين ديفلوبمنت تشينجز، احنا خلصنا بقى اللغه العادي، احنا بقى هيقابلنا الايه اي تشينجز واحنا شغالين. احنا شغالين صاحب بيت مثلا، طب بنشطب له شقته ولا حاجه، كنا متفقين السقف مثلا هيبقى عاده يعني الناس بتحب الاسقف كلها تبقى بيضه ويبقى الالوان من تحت تبقى نوع تاني وهكذا. غير البتاع قال لك اليوسف لا انا عايز كريم، قال لك لا ده انا عايز كل سقف اوضه مع لونها وهكذا. فدي ايه يعني ايه ده التغييرات، يعني التغييرات اللي هي مش تغييرات هتغير الدنيا او لا، اي نوع من انواع التغييرات. فالديزاين ديفلوبمنت تشينجز، واحد مثلا طلب خدمه مثلا مثلا طلب اي حاجه اي خدمه ان شاء الله يا رب، طلب اكل مثلا عنده في البيت مثلا في الشقه الفلانيه وفي العمل الفلاني، غير بتاع اقول له انا اين راح لوالده مثلا او لاخته او حاجه، ابعتوا لي حاجه على البيت الثاني الفلاني، ده تشينجز موجوده برضه في السيرفيس وهكذا يعني. لو اذا انديفاي ريفيو اند كنترول تشينجز ميد ديورينج اور سبسيكونس تو ريزاين ديفلوبمنت اون برودكتس اند سيرفيسز to the extent necessary to ensure that there is no adverse impact on conformity to requirements. يبقى لازم بحدد وبراجع واراقب اي تغييرات تحصل يا اما اثناء الديزاين والديفلوبمنت او ايه او قبله، يعني اي تغييرات تحصل لازم تبقى واضحه والناس كلها عارفاها. مفيش شر ريتين دوكيومنتد انفورميشن اون دايما اهو، ريتين دوكيومنتد انفورميشن لازم اي خطوه اي تغيير اي حاجه تبقى ايه دوكيومنتد انفورميشن. ليه؟ هيبقى في مبرر، يعني مثلا لو انا مثلا خدمه سواء ديليفري او سواء مثلا مثلا اي حاجه اي بتاع انا غيرت العنوان، انا واقف بطلب مثلا اوبر او طالب مثلا اي عربيه او اي حاجه في مكان، اتحركت مثلا 100 متر 250 متر، بعمل ايه تشينجنج للوكيشن، خلاص اكلمه اقول له في اللوكيشن فلان، ده تغيير يعني اي تغيير هيبقى يبقى ايه واضح ومعروف ودوكيومنتد. طيب ديزاين اند ديفلوبمنت تشينجز شرطين دوكيومنت انفورميشن على ايه بقى؟ هنا النقط اللي هي هيتعمل لها دوكيومنت انفورميشن. الديزاين ديفلوبمنت تشينجز اللي هو التغيير اللي حصل، الريزلتس بتاعت الريفيو نتائج المراجعات، الاوثرايزيشن اوف ذا تشينجز للتفويض او السلطات للتغيير او اللي اخذوا سلطه التغيير، ذا اكشن تيكن تو بريفنت ادفرس امباكت، دي مهمه جدا برضو اللي هي الاكشن تيكن اللي هي الاجراءات او العمليات اللي اتخذت عشان ما يحصلش ايه ادفرس امباكت، ما يحصلش رد فعل عكسي، رد فعل مش كويس يعني. انت هتنقل نقطه كتيره دلوقتي. اللي هي ايه الكنترول اوف اكسترنال بروفايدد بروسيسز برودكتس اند سيرفيسز. انا دلوقتي كنا بنتكلم اللي فات كله عشان ان انا كل بروسيس، ولو ان كان في برضه طرحنا هذا الكلام، ان انا عندي يعني المؤسسه بتاعتي انا مقاول العام عن مقاولين باطن، ففي ليه ده اكسترنال بروسيسز عن السيستم بتاعي. انا مقاول عام وعندي مثلا ايه موردين، انا مقاول عام وعندي مقاولين باطن، ام اول ام وعندي اي حد مثلا ما عنديش تكنيكال اوفيس وجايب ده كونسلتنت بيعمل تكنيكال اوفيس، يبقى دي كل دي عباره عن ايه؟ بيسمى اكسترنال بروفايدد بروسيسز برودكتس اند سيرفيسز، ماشي الحال؟ فهنا ان جنرال بقى الاورجانيزيشن شغال انشور ده اكسترنال بروفايدد بروسيسز برودكتس اند سيرفيسز كونفورم تو ريكويرمنتس، لازم اتاكد ان اي حاجه بستخدم لها اكسترنال بروسيسز او اي حد من اكسترنال لازم يبقى ايه البرودكت والسيرفيسز، يعني البروسيسز دي بتكونفورم الريكويرمنتس، يعني يعني مش اللي عندي انا بس كونفورم، لا يعني انا مسؤول دلوقتي عن الايه المقاول الباطن بتاعي او المورد بتاعي او اللي انا عينته او اللي انا جبته ان هو ايه هيديني البرودكت او السيرفيس ده. The organization shall determine the controls
be applied to externally provided processes, products, services when ايه بقى؟ يعني organizational determine the controls، هتحدد الكنترول الرقابه اللي هتطبق على externally provided processes. انا عندي مطعم، عندي اي حاجه، يعني كل مطعم بيعمل حاجات اللي هي بتشتغل كل يوم، وعندي شركه بتاع دليفري او الناس بتوع دليفري، لازم بعمل ايه؟ لازم يبقى في كنترول على الاكسترنال بروفايد بروسيسز او البرودكتس. لو انا مثلا مطعم مثلا شرقي وبديني مثلا نوع معين من حته من بره، لازم يبقى في ايه؟ بيبقى في كنترولز على اي حاجه داخله لي من بره. طيب ايه بقى او امتى؟ product and services from external providers and intended to incorporation into the organization own product and services. لو انا ال 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 الخدمه اللي هاخدها او المنتج اللي هاخده من external provider هتدخل في التصنيع بتاعي خلاص، او في السيرفيس بتاعتي. يعني انا ممكن ابقى شركه نقل مثلا، وانا شركه نقل وعندي عربيتين ثلاثه وعندي عربيات ثانيه، فلازم ايه اللي انا بجيبه يبقى ايه مرتبط وفاهم زي ايه، زي ما انا هبعمل لو انا مطعم وبعمل مثلا ديليفريز. لو انا مطعم طبعا بجيب الكومبوننتس بتاعت الاكل بتاعي. يعني انا بكلم يمكن على حاجات بسيطه عشان ايه نعرف يعني اقرب حاجه يعني للذهن. طيب product and services are provided directly to the customers by external providers on behalf of the organization. يعني في product services بتتعمل دايركت ما بين ال external بتاعي to the customer ال external providers on behalf of the organization. يعني انا عندي مؤسسه مثلا بتعمل زي ما قلنا هو delivery، ده اقرب حاجه. انا ما عنديش delivery، انا مش عنديش مثلا 15 20 مثلا عربيه مثلا ولا حاجه، او لا بيجي واحد عندي مثلا بيتحمل مسؤوليه ان هو ايه الاستاند بروفايدر ده، هو اللي هي ايه هو اللي هيدارك، هو هيتعامل مع الكاستمر دايركت، مش انا بقى ك ك ك ك ك بعت الحاجه، لا انا جايب واحد هيبقى هو الكونتاكت المباشر مع العميل. فده لازم يبقى له برضو ايه بروسيسز ووضوح واجراءات وكل حاجه واضحه من ضمن السيستم بتاعي. A process or part of a process is provided by an external provider as a result of decision by the organization. لو انا معايا واحد external provider بيبقى ايه؟ يبقى معايا يبقى له جزء من اجراء عندي او اجراء عندي موجود في السيستم بتاعي، ازاي هتعامل معايا؟ كان عندي suppliers او subcontractors او الى اخره. لازم يبقى العلاقه بيه تبقى ايه مثبته وموجوده من ضمن الدوكيومنتيشن بتاعه، من ضمن الايه البروسيدرز بتاعه. حد فاهم حاجه؟ لو حد فاهم حاجه يقول لي بس. ايه الاخبار؟ الكلام معلش ما هوش. ايه الاخبار؟ هبعتها الماتيريال ضروري ضروري ضروري. ها صحيين ولا ايه الاخبار؟ في حد تمام الحال؟ تمام؟ معلش صحصحوا شويه، لا انا حاسس ان الدنيا ايه خلاص، احنا يعني قربنا يعني خلاص يعني فاضل 9 و10 ان شاء الله. طيب result of the organization shall determine and apply criteria for the evaluation, selection, monitoring of performance and re-evaluation of external providers based on their ability to provide processes of products, services and components with the requirements. The organization shall retain document او نفس الكلام اهو. يعني organization هيبقى ايه؟ هتحدد وتطبق الكراتيريا اللي هي المعايير على اي حد شغال معها externally خلاص، طبقا للشروط بتاعتها وطبقا للايه اللي العميل ده عايز ايه. يعني اللي جاي انت اللي جاي من بره ده جاي بايه؟ بالهدف اللي عندي خلاص؟ الشر ريتين برضه هي نفس الكلمه اللي بقول عليها دايما، ريتين
document information of these activities and any necessary action arising from the evaluation. يبقى أنا أي حاجة أو أي تقييم أو أي عملية أو أي حاجة هتبقى لازم يبقى لها إيه؟ documented information. البيانات اللي إيه؟ documented. خلاص؟ طيب. Type and extent of control. The organization shall ensure that externally provided processes, products, and services do not adversely affect the organization's ability to consistently deliver conform products and services to its customers. لازم المنظمة نفسها أو الشركة نفسها تبقى تؤكد أو تتأكد ensure that externally provided processes إن أي processes أو products أو services جاية لها من حد بره بيساعدها إنها تستلم المنتج بتاعها سواء خدمة أو سواء كده لازم تبقى إيه متأكدة منه تماما. و the organization shall إيه بقى عشان تتأكد من هذا الكلام هتعمل إيه organization ensure that external provider processes remains with the control of its quality management system. إن processes بتفضل زي ما هي بتاعت الإيه تحت الكنترول بتاع الكواليتي سيستم بتاعها. يعني انت انا عندي كواليتي مانجمنت سيستم عندي كواليتي بلان بتاعي عندي الانسبكشن تيست بلان بتاعي عندي كل الحاجات الخاصه بالايه كل السيستم بتاع الكواليتي لازم تبقى ايه ان لازم كل البروسيسز الجايه الخارجيه لازم تبقى ايه within الكنترول بتاع الكواليتي سيستم بتاعي جوه الكواليتي سيستم بتاعي والكواليتي سيستم بتاعي لازم يبقى جواه متظبط ان هو يتقبل اي ايه اي يعني ممكن تاني واحد تاني شركه تانيه من السبلايرز او من السب كونتراكتورز عندي يبقى عنده كواليتي سيستم وعنده ايزو سيستم يبقى السيستم ده يبقى ريلايبل وفلكسبل ان هو ايه يستوعب اي اكسترنال معايا يشتغل معايا سواء سبلاير سواء او سواء اي حاجه. طيب define both of the controls that it intends to apply to an external provider and those it intends to apply to resulting outputs. يتم التحديد ال controls اللي هي الرقابة that intend to apply اللي احنا ناويين ان احنا نطبقها على الاكسترنال بروفايدر and those it intends to apply to resulting outputs او اي حد معانا في النظام هيشترك معانا في السيستم ده. طيب هياخد انت كونسيدريشن ايه بقى؟ نقطه ايه؟ the potential impact of the externally provided processes, products and services on the organization's ability to consistently meet customer and applicable statutory برضه تاني اهو applicable statutory and regulatory requirements الشروط القانونية والإيه والتنظيمية. يبقى الـ potential impact لازم نحط في دماغي التأثيرات الجوهرية أو الأساسية لإيه لأي external provider processes. لازم يعني أنا أبقى مرتب نفسي إن أي شركة معايا أو أي processes معايا واخد منها حاجة externally لازم تبقى إيه مطبقة معايا كويس والـ potential بتاع الحاجة بتاعتي potential كله positive. The effectiveness of the controls applied by the external provider. The effectiveness of the controls applied by the external provider. The external provider ده بيبقى عنده ايه؟ controls برضه. فيبقى ايه بقى الـ effectiveness of the controls applied by the external provider. اللي هو برضه هو عنده نظام وعنده ايه؟ control على حاجته. control على حاجته ده يبقى within برضه ايه؟ within الـ system بتاعي compatible مع بعض. بحيث انا ايه ما اقولش ده في يوم من الايام اصل دي غلطه الكونتاكت ده لا ماليش دعوه انت غلطتك انت لازم السيستم بتاعك اللي انت عامله في ايزو سيستم يحتوي وان هو يحتضن اي حاجه اي حاجه من عندك ده بالنسبه لك هو اسمه اكسترنال بالنسبه بالنسبه ليا كصاحب شركه او كصاحب مكان واخد السيستم لكن هو بالنسبه للعميل او الفاينل كاستمر هو ملوش دعوه هو له دعوه ان انت واخد منك حاجه وانت اصلا السيستم بتاعك ضبطه وانت جوه السيستم بتاعك حاطط فيه تبقى فليكسبل ان هو تحط فيه ايه اي 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 سيستم تاني او اي بروسيجر تاني او اي بروسيجر تانية بتاعك ايه بتاعتي اما عميل
بتاعت يا اما سب كونتراكتور يا اما سبلاير يا اما اي واحد بيشتغل معاك بيشتغل. طيب determine the verification or other activities necessary to ensure that externally provide the processes for the services meet requirements. يبقى انا ايه بحدد الفيريفيكيشن. الفيريفيكيشن اللي هو الايه اللي هو to verify التاكد verify something خلاص or other activities او اي ايه انشطه ثانيه necessary to ensure that externally provided بتاكد ان الاجراءات اللي هي البروفايدد من الاكسترنال من السبلاير بتاعي او من اول الباطن اللي هي ايه بتقابل الاشتراطات اللي هي موجوده عندي. طيب انفورميشن فور اكسترنال بروفايدرز. طيب ايه بقى الانفورميشن بتاع الاكسترنال بروفايدرز؟ الاورجنايزيشن شال انشور ذا ادكوسي اوف كوايرمنتس براير their communication to the external providers. لازم المنظمة أو التنظيم أو الشركة أو المكان بت بت إيه بت بتتأكد وبتؤكد من إن الشروط إن adequacy of إيه of requirements إن المتطلبات أو الشروط إنها كافية قبل ما أتصل بالإيه بالإكسترنال بروفايدر. يعني قبل ما اروح اقول اقول له اعمل لي كذا 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 لازم يبقى عندي ايه adequacy of requirements يعني الشروطات كامله والمتطلبات كامله والشروط كامله كل حاجه كامله بحيث ان انا لما اروح اتفق او اقول لل 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 للسبلاير بتاعي او للسب كونتراكتور بتاعي او للي هيوصل لي السلعه يبقى عارف انا بقى الشروط كلها وتبقى واضحه بالنسبه له البيانات. يعني يعني ما يبقاش مثلا مده التوصيل من عندي من المكان للمكان اللي انا بعته له مثلا بتكلم على الابسط سيرفيس اللي هي النقل بعمل طلب مثلا والكلام ده يتاخد مثلا انا مثلا في سموحه وعايز ابعت حاجات مثلا منتزه ما اقولش بقى كمان في نص ساعه هتوصل لا لازم اديله انف تايم عشان نوصل هناك ويبقى عارف حدود ويبقى عارف ان انا يعني لما هدي اوردر مش حد يقدر يعجزه ويسبب له في حجز او الى اخره. كل حاجه معموله صح. بشار كوميونيكيت تو اكسترنال بروفايدرز اتس ريكوايرمنتس فور الاورجنايزيشن اللي هو المنظمه او الشركه او المكان اللي هو هيتفق بقى مع اكسترنال بروفايدرز يعني هو بيتصل معايا يبقى ايه لازم يبقى ايه يبقى محدد الشروط لايه ايه اللي هيبقى هيحددها the processes product and service to be provided يبقى عارف processes products و services اللي هتتنفذ the approval of اعتماد ايه the products و services انا قبل ما يعني المفروض ان الاعتماد وال product service دي ده زي ما قلنا during plan good check act ان كل خطوه بتعمل لها ايه في كواليتي كنترول انت ماشي كواليتي كنترول على اي حاجه حتى على بروسيسز على اي حاجه الميثودز والبروسيسز والايكويبمنتس على برودكت سيرفيسز على الميثودز اهو كان على الميثودز الطرق والبروسيسز والايه والايكويبمنتس بيتعمل عليها برضو ايه ابروفال و نشوف مع سيد العبودي We'll do our best والله يعني احنا بنحاول احنا فاضل لنا حوالي 10 سلايدز لا مش 10 20 سلايدز معلش اللي هيستأذن ما فيش مشكله خالص وان شاء الله هنبعت له الكلام كله يعني انا مش بقول الكلام ده عشان الناس كلها تمشي لا ده واحد استأذن يعني فيعني مش هنغصب حد على حاجه اذا كان يقدر يقعد 10 دقايق كمان ولا حاجه بس انا والله ام دوينج ماي بيست وبجري بمنتهى السرعه لان مش عايز اقسم كمان لقاء ثاني او محاضره ثانيه يعني بحاول ان انا يعني ايه يعني ابذل اقصى جهد وما اعذبكوش معايا لان انا فاهم الكلام ده اتس نوت ايزي محتاج مذاكره محتاج مراجعه محتاج تركيز محتاج اهم من ده كله تطبيق ان شاء الله. The external providers interaction with the organization
closed method the release of products and services. release اللي هو دايما اللي هو الانهاء يعني product release اللي هو مش التخلص منه يعني تسليمه بقى للمكان. الكومبيتنس اللي هي المقدرات including any required qualifications to persons يعني اي واحد هيعمل اي اجراء او اي عمليه او اي حاجه بقى ايه الكومبيتنس بتاعته الكومبيتنس بتاعته المقدرات بتاعته باي مواصفات تانيه ان هو يقدر ينفذ الكلام كانسان يعني. The external providers interactions with the organization الموردين الخارجيين وعلاقتهم بايه؟ بال 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 مع تنظيم الشركه يعني بتاعتنا اللي احنا بنشتغل بيها. Control and monitoring of the external providers performance to be applied by the organization. المراقبه والكنترول الرقابه والمونيتورنج اللي هي الرقابه مونيتورنج اللي هي المونيتورنج مونيتورنج مونيتورنج وكنترول يعني الرقابه وال في رقابه على الجوده وفي ايه مراقبه في المراقبه والرقابه. فالمونيتورنج اللي هي المراقبه والكنترول اللي هي الايه؟ الرقابه مونيتورنج والكنترول اللي هي الكنترول بعمل كنترول عليها ماشي. The external provider performance be applied by the organization. Verification or validation activities that organization or its customer intends to perform at the external provider. تأكيد و validation اللي هي تبقى valid يعني تبقى valid activities. Valid activities. The validation. يا ربي. Validation activities. اللي هي أنشطة التحقق او التحقق من الصحه يعني يعني ايه يبقى متحققين وواثقين من الاكتيفيتيز الايه التنظيم او الكاستمر بتاعه intend to perform at the external provider's premises. ان الاكسترنال بروفايدر بريمسز يعني لو انا عندي مورد او عندي مثلا حد هيوصل او هيعمل يبقى انا ايه انا ك ك ك ك ك كشركه او العميل اللي هياخد الحاجه النهائيه يبقى له الحق ان هو ايه يعمل اي 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 انه ممكن ندخل المكان بتاع الثيرد بارتي اللي هو بيعمل لي حاجه معينه بالنسبه للخدمه او بالنسبه للايه للمحتاج. طيب control of production and service provisions تقديم الايه الانتاج والخدمات. control of production service provisions اللي هو تقديم ايه الكنترول بتاع تقديم الخدمات ماشي تقديم الانتاج والخدمات production and service. The organization shall implement production and service provision under controlled conditions بنفس هذا الكلام بايه بشروط مراقبه control مراقبه يعني control حاجه يعني بايه بيراقب ايه تنفيذ اقول كواليتي كنترول الرقابه على الجوده كوانتيتي كواليتي كنترول يعني اي كنترول هي المراقبه على الحاجه يعني كنترول او الرقابه او الكنترول يعني هي مش سيطره دي بتترجم لسيطره احيانا بس هي كنترول هي مراقبه يعني. طيب the characteristics of the products to be produced the service to be provided or performed. طيب to availability of documented information that defines اما الكلام ده كله بيبقى ايه ال documented information زي ما قلنا برضو that defines ايه لان تبقى ال documented information الخاصة بالموضوع ده available يعني موجودة معانا تحت اذن خلاص بت ال availability information بتحدد ايه بقى characteristics of the products to be produced, the service to be provided, all the activities to be performed. الثلاث حاجات. يعني لو انا المواصفات بتاعت يا اما البرودكت يا بتاعت المنتج المنتج اللي هو اللي هنحدده يعني البرودكت to be produced او الخدمه اللي هتتقدم او الاكتيفيتيز اللي هتتعمل او الانشطه اللي هتتعمل ما تجيبش مثلا عربيات مثلا مهكعه واقول لها ودي لي الحاجه واعملي او اعرض يعني كل حاجه دي بتتراجع لازم الكاركترستكس تبقى واضحه. The results to be achieved بتاكد ان النتائج ايه هتتنفذ ما اقولوش مثلا
انك لازم توصل مثلا في نص ساعه والوقت بتاعها ساعه الا ربع، لا لازم اتاكد ان الريزلتس متحققه. رد افيلابيلتي اند يوز اوف سيوتابل مونيتورنج اند ميجرنج ريسورسز. الافيلابيلتي اللي هي الايه اللي هي التواجد بتاع الحاجه او توفر الحاجه، توفر استخدام سيوتابل مونيتورنج اند ميجرنج ريسورسز. يعني انا ما بعمل بقول عمال بقول مونيتورنج 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 اللي هي الرقابه وميجرنج ميجرنج ميجرنج، يبقى لازم يبقى عندي ايه؟ الموارد اللي تخليني اعمل مونيتورنج وميجرنج اللي انا براقب بيها وبقيس بيها. يعني ممكن قوي مثلا لو انا مشغل عندي مثلا حد يوصل الحاجه، ما انا عندي اللي هو اللوكيشن اللي بيتحرك ده اللي هو مع الـ مع الـ مع الـ المابس وهذه كلها، ممكن اعرف هو وصل لغايه نقطه ايه، زي الاوبر والكريم وحاجات من الاخر، يبقى عارف العربيه ماشيه فين وراح فين وجايه منين. دي ممكن برضه يبقى فيه ايه حد والميجرنج نفس القصه، ان انا بقيس الـ الـ بقيس الـ بقيس الـ الـ اي حاجه اي حاجه، سواء المنتج بتاعي او سواء الكميه. انا عرفت دلوقتي ان هو مثلا خرج من اخر حاجه من عندي الساعه كذا ووصل لغايه فين عشان يوصل لهناك البيت او المكان اللي هيبعته، يبقى انا عارف. يبقى انا كصاحب شغل او كصاحب برودكت ابقى عارف انا بعمل ايه. طيب implementation of monitoring and measurement activities at upper stages to verify the criteria for control of processes or inputs and acceptance criteria for products and service have been met. اللي هو تنفيذ ومونيتورنج والرقابه وقياس الأنشطة، الأنشطة بقى هات ستيجز، يعني 50 حاجة تخلص وبعدين أقول أه لا ده أنت غلطان، لا يبقى أنا معاه. يعني ألاقي واحد مثلا أخذ مني حاجة عشان أوصلها مكان، لقيته بيتفكع في الستة، وقف يعمل حاجة، وقف يتكلم يعمل حاجة، يبقى أنا بقى إيه لازم بقى عارف عشان آخد في الستيج نفسه الأبروبريت أبقى متابع حاجتي. أو لو في الإنتاج نفسه مثلا لو بنت حاجة، يعني لازم يبقى كل حاجة تبقى إيه يعني under control. يعني the use of suitable infrastructure and environmental environment for the operation of processes. استخدام infrastructure اللي هي ايه؟ هي infrastructure اللي هي ال يسموها ايه؟ ال infrastructure البيئه اللي هي ال infrastructure، يعني زي الطرق والمجال وحاجات كلها infrastructure اللي هي البنيه التحتيه. البنيه التحتيه يبقى انا عندي بنيه تحتيه للمؤسسه بتاعتي، مش مواسير وبتاع، لا بنيه تحتيه خاصه بكل حاجه، كمبيوترز، ناس، معدات، بروسيس، كم مستشار كامل. يوز اوف سوتابل انفراستراكشر وانفايرمنت، والبيئه ما بقاش بعمل حاجه في انفايرمنت دوشه، في انفايرمنت مش مظبوط، بليوت او كلمه اخرى. يبقى انا بعمل انفراستراكشر وبعمل انفايرمنت عشان الاوبريشن بتاع البروسيس بتاعتي تبقى ايه مناسبه. طيب production and service provision، يا ربي عايز اخلص النهارده، طيب production و service provision، provision اللي هو يعني to provide اللي هو التسليم او يعني التوصيل البرودكت او السيرفيس. كنترول اوف برودكشن اند سيرفيس بروفيجن، الاورجنايزيشن شال امبلمنت برودكشن اند سيرفيس بروفيجن اندر كنترول كونديشن. البروفيجن ده اللي هو التسليم بيبقى الحاجه بقى الخدمه او المنتج بيبقى كنترول كونديشن، شروط يعني ايه؟ مراقبه. كنترول كونديشنز شال انكلود از ابليكابل، دي كمان اللي قبلها غالبا، دي كمان اللي قبلها ماشي. The appointment of competent persons، ان انا بعين ناس competent، ناس عندها المقدرات اللي تقدر تعمل هذا الكلام، including any required qualifications، بما فيها اي مواصفات ثانيه عنده مواصفات ثانيه زياده او الى اخره، يبقى كتر خيره، بس يبقى لازم يبقى competent، اللي عنده مقدرات، انسان عنده مقدرات يقدر يؤدي العمل ده ويؤديه كويس، مع مواصفات زياده عنده حلو كويسه ماشي. The validation and periodic revalidation
of the ability to achieve planned results of the processes to production for production and service provisions, where the resulting output cannot be verified by subsequent monitoring and measurement. Validation or periodic revalidation. Validation اللي هو ايه؟ التواجد valid، حاجة valid عندي. valid عندي يعني موجود عندي. التواجد وال periodic revalidation وبعيد تواجدها تاني مع الـ ability to achieve planned results، مع القدرة على تحقيق الخطط أو النتائج المخططة بتاعة الـ processes بتاعة الـ processes بتاعة الـ البروسيدرز او الاجراءات بتاعتي. والله يا روماني انت بتكسفنا، باشمهندس روماني انت بتكسفنا. عادي، ماشي يا باشمهندس روماني، ماشي ماشي. ان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا، ربنا يوفقكم جميعا، ربنا يوفقكم جميعا. Validation with validation the ability to achieve planned results of production and service provisions where the resulting output cannot be verified by subsequent monitoring or measurements. يبقى انا لازم انا كصاحب شغل او كصاحب مؤسسه بعمل لازم متاكد ان انا عندي وكل شويه برضو باكدها وبرجعها ان انا ايه عندي وعندي القدره ان انا انفذ كل النتائج المخططه وكل الاجراءات للانتاج او الخدمه اللي انا ايه عايز اقدمها. Where the resulting outputs cannot be verified by subsequent monitoring measurements. لما بتبقى ايه الـ resulting output بتاعتي مش هتقدر تشيك عليها بعد كده. يعني ما هو مفيش يعني الغلطه هتبقى غلطه واحده. يعني لو انا فشلت ان انا اوصل الدليفري في وقته ما خلاص يعني يبقى الفشل حصل. لو انا مثلا عملت منتج ولا طبخت حاجه او صنعت حاجه وما عنديش الويز ان انا هرجعها وانا بعمل الفاليديشن او الكنترول بتاعها وانا شغال حاطين في الاخر حاجه مش مظبوطه حاجه مش كويسه. طيب the implementation of actions to prevent human error. طبعا دايما في human error دي موجوده ومدروسه وكل حاجه وخلي بالنا يعني مفيش حاجه اسمها مفيش حد مفيش كامل يعني مفيش حد خالي من الاخطاء مهما كان يعني. هو الروبوتس دلوقتي ماشي حتى الروبوتس برضه بيتحط لها نسبة أخطاء خلي بالنا برضه. ف the implementation of actions to prevent human errors. يعني أنا بإمبلمنت بعمل actions اللي هي إجراءات اللي هي إيه بتمنع أي أخطاء بشرية. خلاص؟ the implementation of release, delivery and code delivery activities. اللي هي implementation يعني اللي هي إيه تطبيق release activities. release activities release اللي هي الانهاء او يعني ممكن release الاكل خلاص خلصت الاكل المطلوب مني اللي عشان الدليفري ياخده بعدين بديل الدليفري عشان يوصله لايه؟ للمكان اللي هو رايح. الكود دليفري بقى اللي هي خدمه ما بعد البيع. انا بقى بوصل يا اخوان لو عجبكم الحاجه بتاع المهم مشروع الاكل بس بس النهارده ايه؟ الموضوع طالع معايا باكل ومطاعم لان السيرفيس دايما مرتبط معايا بالايه؟ او عموما يعني يعني ابسط حاجه ده يقول ان هي فيها اللي فيها سيرفيس و اسمه ايه ده؟ سيرفيس ووجود يعني برودكشن وسيرفيس هي المطعم ابسط حاجه ابسط حاجه قدامها حافظينها يعني عشان كده بتكلم كتير عن المطاعم. اوكي؟ طيب identification and traceability. طيب product service list about the Korean service provision the identification بتاعت ايه and traceability. يعني ايه بقى identification traceability؟ identification اللي هي التعرف identification التعريف يعني مثلا بقول ايه الidentification بتاعت الايه الاكتيفيتي مثلا في بتاع identification بتاعت الرقم يعني التعريف يعني ازاي اتعرف على الحاجه ايدنتيفيكيشن اي دي اي دي اسمها يعني البطاقه الشخصيه اسمها اي دي اي دي فاهم ازاي؟ فالمهم ايدنتيفيكيشن وتريس ابيلتي تريس ابيلتي اللي هي ايه؟ التتبع في ناس بتقول عليها تراكت ابيلتي في تريس ابيلتي فالاثنين موجودين عشان لو قابلتك كده يبقى صح قابلتك صح
The organization shall use suitable means to identify outputs. المنظمة أو التنظيم أو الشركة لازم تستخدم suitable means اللي هي means اللي هي الإيه mean يعني طرق مناسبة لتحديد identify outputs اللي هي لتعريف المخرجات when it's necessary to ensure the conformity of products and services. لما يبقى ايه اهم جدا انك ايه عايز تاكد على ايه على conformity conforming البرودكت او السيرفيس يعني تبقى identification لها يعني انت ما بيبقى عندك اي حاجه يعني لو انت عندك بتبعت قهوه ولا بتبعت شاي كل واحد ايدنتيفاي بشكل معين له حاجه يعني عندك في 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 في, في الاكتيفيتيز يبقى الاي دي بتاعت دي مثلا MA01 MA02 MA03 او ايدنتيفيكيشن بكذا حاجه اكثر ايدنتيفيكيشن عادي يعني تسابيلتي بقى ازاي انت هتتابع هذا الكلام بالايدنتيفيكيشن بقى باي طريقه تانية. The organization shall identify the status of outputs with respect to monitoring and measurement requirements throughout production and service provisions. يبقى المنظمة أو الهيئة أو الشركة هتحدد status of outputs اللي هي حالة المخرجات بالنسبة لإيه؟ للمونيتورينج والميجرمنت بالنسبة للرقابة والإيه والقياس لشروط الرقابة والقياس اثناء الايه برودكشن وسيرفيس برودكشن يعني اثناء الانتاج او تقديم الخدمات التنظيم لازم يبقى عنده طريقه ان هو ايه بيمونيتور وبيميجر الشروط اثناء الانتاج ده اللي ايه الكونتينوس كواليتي كنترول الكواليتي كنترول طبعا يبقى يا اما على الماتيريال يا اما على المكن اللي بيشتغل يا اما على الايه على البروسيجر او البروسيس اللي بيشتغل عليه The organization shall control the unique identification of the outputs when traceability is a requirement and shall retain the documented information necessary for traceability. هنا برضه وانا بعمل traceability اللي هي تتبع لازم عندي documented information. خلاص؟ يا دكتور بيقول الـ quality manual بيتعمل ازاي؟ الـ quality manual الكواليتي مانوال ده اللي هو دليل الجوده بتاع اي شركه في اي مكان. دليل الجوده بيشمل ايه بقى؟ ده له برضه ده موضوع جميل هو السبب يعني انت من الـ من الـ من الـ من, الـ من الايزو ده اول حاجه بتعملها كواليتي مانوال اللي هو بيحدد فيه بقى من الاول خالص بتحط الميشن والفيجن بتاع الـ 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 الشركه بعدين بتحط الهيكل التنظيم بتاع الشركه بتاع كل الناس مثلا لو انت بتشتغل على مستوى شركه كل واحد وظيفه من دول بيتحط لها responsibilities والكلام بتاعها بعد كده بتحط بقى ايه البروسيجرز بتاعتك او يعني كل الاجراءات اللي عندك الاجراءات ووصف سريع لها بعدين بتحط الانسبكشن اند تيست بلان الكواليتي مانوال ده بيبقى حاجه ثابته للشركه لو انت لو بصينا على في اول محاضره خالص اتكلمنا على هذا الكلام واتمنى ده اللي هو بيقول ان الشركه دي عندها نظام مواصفاته كذا وكذا 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 وهو اللي ايه بيحط الاسس الاساسيه لايه للايزو هو الاساس بتاع يعني واخدين بالكم يعني كواليتي مانوال بيطلع من الكلام اللي بيقول ده من الاول لاخر في التوصيل بتاع الشركه في البروسيدرز بتبقى ايه في اي شروط خاصه الانسبكشن اند تيست بلانز بتاعتها ازاي في كل الحاجات ما يخص هذا الكلام خلاص اللي هو بيوصف السيستم الايزو كل اللي بنتكلم عليه ده دلوقتي هل الكلام كافي ولا محتاج توضيح اكتر عامل ايزو برضو اللي هو اللي بقى اسمه 45000 دلوقتي زمان كان 18000 فال 45000 ايه ده هو بيعمل بس اهم مش هنشرحه بصراحه يعني انا بس انا قلت ان انا الايزو 9001 عشان ده السيستم الاساسي اي حد عايز يدخل بقى في اي حاجه ثانيه
عايز نبعتها، نبعتها 45,000 واحد. الله يفتح عليك. بالظبط بالظبط، هو 45,000 واحد. صح يا صح يا باشمهندس روماني. لا انت بتذاكر من ورانا يا باشمهندس روماني، خلي بالك. ها بس دي حاجه كويسه، انت بتسعدني كده، برافو عليك يا باشمهندس روماني، كويس جدا. 45,000، ايوه ماشي ممتاز. فبس احنا مش هنتكلم بقى على ال 45,000 ولا على ال ولا على حتى على الانفايرمنت ال 14,000، لان انا يهمني بس ان الناس تعرف السيستم، يعني الاساس حق كل حاجه. حتى ده برضو يعني انا عامله، مش عايز اقول زياده في اللقاءات بتاعتنا، بس انا حبيت ان انا اعرف الناس الكلام جاي منين. ده يعني اللي المفروض في اي كيو سي، وانا في رايي الشخصي في التطبيقات مدير المشروع اللي ما اعرفش كويس بيشتغل كويس في الاي كيو سي، يبقى يعني ايه، يعني بتبقى نقص كبير عنده، وما بيبقاش قادر ان هو ايه يعمل كنترول كامل على كل حاجه. يعني سامحوني اذا كنت اثقلت عليكم، بس الموضوع ده خلي بالنا برضو ده موضوع في الماستر، يعني اي حد عامل ماستر ماجستير او دكتوراه الموضوع ده موضوع اساسي عنده. في برضه موضوع تاني وربنا يقدرنا بس نعمله معاكم، ممكن ناخد برضه نوع من انواع الكونتراكتس اللي هي الفيدك ان شاء الله. يعني انا في دماغي الكلام ده، هشوف بس هفكر فيه كويس وبعدين ممكن نعمله برضه، ناخده بالتفصيل واحد بس منهم، واحد بس واحد من انواع الفيدك، مش هنخش في كله، يعني هنشرح برضه كل الانواع. اللي عايز يتخصص بعد كده يبقى يدخل بقى في الكلام كله، انما انا بالنسبه لي انا بدي او بستعرض الحاجات اللي هي اللازمه كمدير مشروع دولي. لو حد جاب سيره فيدك قدامك تبقى انت عارف ده عقد متوازن وفي كذا 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 كذا، وانواع الفيدك ايه، كذا كذا وكذا، الابيض والاحمر والبرتقاني والاصفر والكلام ده من الاول لاخر. ماشي، فان شاء الله برضو ربنا يقدرنا نقدر نعمل نجهز حاجه في الفيزيك. هشوف يعني يمكن افكر في اخر واحد اللي هو بتاع 2000 اخر واحد، ممكن ده مشروع ده لسه، يعني لسه بشوف بس يعني ايه مدى الاستجابه ومدى الناس يعني ايه متحمسه للكلام ولا لا. بس دي موضوعات مهمه، موضوعات اساسيه جدا دلوقتي، وان شاء الله كل خير. طب في اي حاجه ثانيه، في اي خدمات ثانيه، اي سؤال، اي حاجه؟ شمس احمد، هل في اي حاجه ثانيه؟ هنشوف الشات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفيدك باذن الله، باذن الله تعالى، يعني اذا هنديه برضو عشان ايه، برضو ايه نعرف انواع العقود. يعني احنا ادينا انواع العقود، خلي بالك لو قعدتوا يعني ان شاء الله باذن الله. يعني انا في دماغي والله الحقيقه في دماغي، لان يعني الفيديو برضو احنا ايام ايام كنت سجل دكتوراه هنا، اخدت الفيدك هنا مع جامعه اسكندريه، اخدت فاكر بس ما كانش زي دلوقتي، بس تبقى عارف العقد الدولي عباره عن ايه وبيقولوا ايه وتتصرف معاه ازاي، وبرده انجلش وهنشرحه كده بالعربي برضه دلوقتي، بحيث ان انت كترمينولوجي تبقى عارف انت بتقول ايه وبتتكلم ازاي. مهم جدا الانجلش حضرات، اللي يقدر ان هو ياخد كورس انجلش يبتدي فورا ماشي. اللي عايز مثلا يخش على كمبيوتر على يخش على 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 فيديوز الانجلش، مش مهم جدا، مهم جدا، وربنا معاكم يعني. طب في اي حاجه ثانيه، حد طالب اي حاجه ثانيه؟ حد واحد واحد او واحده، انا مش مشكله، خلي بالكم انا ما بفرقش، يعني عندي يعني بناتي سواء بنات او احفاد او كلهم واحد، يعني انا بتكلم بقول حد عاوز يعني ولد او بنت، مهندس او مهندسه، يعني ما فيش. لو اي حد عنده سؤال تاني او عنده اي حاجه ايام ريدي يعني. انا بس طبعا بشكركم ومشفق عليكم يعني من الكلام ده، هو فاضل 17 سلايد. باذن الله باذن الله العالمين باذن الله المره الجايه بقى نخلصه باذن الله تعالى باذن الله. المهم باشمهندس احمد، في اي حاجه، اي سؤال او اي تعليق؟ تمام يا دكتور، جزاك الله كل خير على المحاضرة العظيمة دي. الله يخليك يا حبيبي، والله ده انتوا اللي كتر خيركم بصراحة، يعني كويس تستحملوا، والبشمهندس رومان يعني ما شاء الله عليه صح يعني، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، وانتوا كلكم والله ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، يعني ان شاء الله ربنا يقدرنا
يعني بعد فترة كده يعني بقى إن شاء الله خير، إن شاء الله إن شاء الله نسمعكم كل خير إن شاء الله. والفترة اللي جاية دي اللي إحنا متوقعين فيها بومينج عالي، يبقوا اللي بيحضروا معانا هنا يبقوا يعني كل واحد فيهم ماسك مشروع ميجا بروجكت، بروجكت عادي إن شاء الله بإذن الله تعالى. ربنا معاكم، ربنا معاكم، شكرا جزيلا، شكرا باشمهندس أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نراكم إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى.